مش كانت درس جديد في وقت الرسمة اللي هي رسمي الغرامي بالنسبة اللي هو أسمى اللي هي العالم نعتبره مسؤولي عصب اللي هالناس ذي اللي حسدوا اللي حسبوا لي رسمعني وكلمة لا حدد في فمك بيستوني برجو لي وضعوا مفروض عليه سيرا عم خوضي دايم كتفة ومغمضة عينيا ممضة عينيهم الكرة فكرة ذمية تفيق شكيت عم في بنية كنفسك ترافينيك نحنا ما تربينيش يزبوني سمعوا ما محبونيش نقولوا الحق نخبوا عليش مشيش في بيلو كلين بليش You can catch me everywhere but you can never really catch me bro My shit is real نقعد ديما بخشمي لين نقابل عزرائيل تأكد You can never touch me bro 16 لخص بحثوا يسمعهم طيوش نقرح You can catch me in the studio Shala doing shows Keep it loyal to my niggas is what I've been told Probably vibing with some hoes Finding lost souls Probably mopping in the city Probably reaching goals Yeah, my life is a dream of a real MC And I mean that shit for real With أخمل كلامسي ضحيت سيستام جيت نتعلت ياخي خدام لي باركور مسطر متاع عمري ذوها لهام لي عنا ربي دايم فيها غيره علاش معاملي ما حاجتي باش تخدام لي رجال الواجب عاملي لا تصحح لا تخدام لي بخد معارقي ودامني نعرف ما تفهمني مش باش تقدر فني مكملي المستقلي للأقل يتولي لو تعرفنا علاش نجيب أقلل My son is my home وكل شي هون كان لحني نعيني لحني كلامي ليالي نرى ببلالي بخيالي نوظف بالخير في أفعالي نوقف كي نكتب عليه المبدأ حشوات مش نفعني لا جيت نعارك لا نعادي نعرف أبعدي من غادي مش في وقتي ننعبي موسيقى تخلص أتعبي ديما نحمد في ربي keep it real مع أصحابي كلمة وقصة مع قحابي فوكس كان على رابي معلش نحسب في نهاراتي انهيارات عمراحل ركز كان علي راضي نفسي ويخذي لي راسي تتشنج الأمور مراتي نشنها غاراتي مزيكي جيتو معبي بلاستي سميني ذراتي جسلامي بي ورابي وجه مش قرابي ريبريزنتي بيوتيفول سيتي نتحدى مهاراتي مش علاش رانا ما بديناش راني نسيت نهار اللي نكتب ونبكينا راني ما سمعتش امي كي قالت لي كبديله خليك صابر هذا ميلو ولا ابتلاه راني ما كملتش كي قالوا لي انت لا كلي اخرتي ربطية ولا اغتيال مش على نيتي خاطرني جيت على احتلال ومعايا نيز المشاكل عنا كالاحتفال امتحان قالوا الدنيا امتحان ميك العام وما فكوا بالاحلام عندي حقيقة سربيها بالكيلوغرام عنده فيا ثقة يسمعني نولي الأغرام نعرفهم من كعبت اللي ما يعرفوش في تونس الدنيا عنا تمشي بالمكروه حتى قلبك صافي يمكن يصير يكروه تديك لي بالدنيا على ميساج متاعك تقود شدو خوذ مني ما تستنى حد عنا النجاحات تدي نقطة ما تضحكش موجودين كي تسمعني من اللون وتشوف التواريخ يمكن تتفهم شكون اللي كان يضوي فيك خاطرني نعمل كيف اللي نعرف نعمل نكتب ما نقولش تخطف المرة ذي زعما خاطر نعرف اللي الغرامة ذي نعمة نحكي من قلبي ما جيتش نرمي في المعنى ما جيتش باش قلبي يعمى شيطاني طمعنا تعمل في فيلم انت في بالك باش تفجعنا كنت صغير نهار اللي روحي رميت خليت حياتي ورايا في الموسيقى شديت قابلت عباد اللي تنقص فيا وتزيد نبقى نتفكرهم بالواحد عمري ما نسيت
لعمل للبيهي لعمل لدوين عديت ليه حبي عطلني بشوي البلد ويخشيش نشبت بالخير كي تسألني ما نحكيش وانتي ما كش خير مني خاطر ما تحتيش يبيع ويشري في حلمة يعطي في كلمة ويبدل صوته كي تتعدى قدامه ترمى رد بالك تصدق اللي يريدو في كليبات كله يتخبى كيما زطلة في سليبات تبع الكليب لازم في الشارع يبيت بالعوجة ذي طلعوا في راسي شيبات لي في اليوتيوب يظهر لك راجل وما كيفوش في الحقيقة عادي كي يطلعك برمي بول كيما الدنيا كالموزيكا باللي يكون واللي عنده ما يحكي في ظهري خلي يقول قولو خلي يقول اني نعرف خلي يقول ذري ما يكيدوش ناكلهم كالبيتي فول تعرف وين تلقيني تعرف نمرو تليفون عنده موزيكا ما تموت انتي قولي شكون ولا برا سقسي ولا برا دور كيما نبسي اصل ديما نفس الماراتون كي نقصد رجال خاطر نعرف ما يردوش ديما بين عيني اللي ما يرقدوش بنيدي موشي خايف بيعو فارق سوق وانتي خايف من الشرطة لا يفارق سوق مش اصحابك اللي يحبوا يركشو اصحابك اللي يطيروا بيك الفوق مش فروخ تخلص علي اليوم خدم له من نمس كي تتعب علي اليوم تو تلقى قدامك تعلم شي ما يدوم حتى من الفكرة وحلمك باقي حابب تو حلوة تلوم تزيد وحلينك ماني نبني في شخصية كيف رحت وتلكعت ما حتى تتبدل فيا نمشي ما نرشعش عندك برشا ما ريتنيش وتبدلت عليك خلي روحي حابس غادي يتسمى تعذيب شي ما تعمل في حياتك فالح في التعليق فارغ من داخل حتى العزيمة وفي التعليق حتى فلوسك وفت عليك صاحبتك بعثتك ما فما شي بين ايديك انفستيت وقت برشا سنين تعب تعرف اللي من حقك باش تمشي تهز متاعك ما خيبة عمرك يتعدى باقي تتفرج ما غير ما تدعي تستنى في ربي فرج ما حاجتي كان بين الناس اللي تعيش معايا مانيش كيف العبيد اللي تخاف تشوف المرايا مانيش كي كان للعالي ما نشوف ورايا بلي تشكيك ديما نفس التشكيله معايا I'm getting higher جي نفك الباي ونعرف موش شويه كل اللي بيدي ويلو جايع وقت فلوس يعني لازمني برشا سويع كلش عشتك ومشي صرفك نوص الومية ونرجع لك تتسربة بالبرشة بالفرشة درجة درجة نمانيش خرشي بازم اهلا بشباب البوبلي ومرحبا بكم في اللايف هذايا وسمحونا سيدي خويا على الروتار ماما كتعرفوا قدور ديما يعملها بينا يوعدنا باش نبداو العشرة والعشرة ودرج خير قعدنا العشرة ونص اليوم باش نحكيو على الفريش شفتوا اسم اللايف فريش اللي يقول فريش يقول مشكي وعاود اللي يقول فريش يقول غوبلوت اللي يقول فريش يقول فري زاده جاي من الحرية واللي يقول فريش زاده هكا كلاندوي السيد اللي قال ثورة الفري فاير شنو هسي اللايف هذي أنا ناس عقربي خدمت في المجتمع المدني قبل في تونس وفي ماما أفريكا ونهستي في بودكاست وهيك نهار قابلت جماعة البوبلي قالوا لي شو عندك تعمل البنتسيس الحق قلت لهم فما الدربي أسي ميلان والإنتر وما توك عدوك إن شاء الله أسي ميلان تربح ومعايا اليوم برشا ديزافيتي لمحالة ثلاثة مش برشا بعدك نحكيوا عليهم وباش نحكيوا اليوم في اللايف هذي شنو صاير توا في الاحتجاجات هذي كلنا نعرف شنو الخوضة اللي صارت عبيت تسميها احتجاجات عبيت تسميها ثورة عبيت تسميها ثورة دي بوان زيغو فما اللي يقول انتفاضة دوك شنو باش نحكيوا شنو اللي صاير من الاول وشنو اللي باش نحبوا نعملوا من الاخر وتوا باش نحب نعرف بالعباد اللي معايا هني اول انفيتي معنا سي لؤي شيرني مرحبا اهلا بيك صانع محتوى لؤي تاريخي وسياسي سياسي تو
توا سي سي تو توا. ومعنا حمزه النصري. اهلا سي حمزه النصري جريدي. لاباس عايشك حمزه. من العبيد اللي شاركت في الاحتجاجات نقولوا اللي صارت الايامات هذيا وحتى وقبل، وهو ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الانسان. ومعنا غايلين جلاسي. غايلين ظهري شويه، العبيد ديجا شافته في الفيديوهات، ثوره الفري فاير الفيديو اللي هبطت على البوبلي. مرحبا بك غايلين. اهلا بك. سافا ماشي الامور؟ كنت في برد اليوم. سافا مبيك شد صحيح سافا كبير شادين شادين. وغايلين هو اتيديون وزاد ناشط في المجتمع السياسي نقولوا السياسي والمدني والطلابي الكل. به حاجه واحده اخرى زاد نحب نقولها، انه راهو باش نصيو دي سونداج. دونك قبل ما نبدا نحكي مع لي زانفيتي نتاعنا، انت بور انت كونتر ولا ما يهمكش، نحب نسلكم انتم جماعه البوبلي. فما سونداج بشابت قدور ديجا هبطت تلقاه، تقول انت اسكو انت بور الاحتجاجات اللي قاعده صايره، كونتر والا ما يهمكش ما عندك حتى راي. به دونك فما قبل حاجه تحب نذكرهم قبل ما نبداو ونتلانسيو في الديبا نتاعنا. كما نقولوا احنا ديسكليمرز، رقم واحد اللي راهو العباد اللي هنا موجوده كل واحد حر على افكاره، والبوبلي بتحمل حتى مسؤوليه. الحاجه الثانيه انه الناس الكل هنا باش يعطيو الافكار نتاعهم، مي انا باش نكون العبد النادر. دونك بيسكو مالوغوزمون فماش عبد اللي هو كونتر، خاطر ديبا باغ ديفينيسيون يسمع بور عبد كونتر. دونك هنا باش نلعب انا شويه الدور تاع البيرسون النادر، مي اوسي نعطي انا الكونتر بوا ونحكي لهم العباد باش اموا نعطيو راي اللي شنو يحكوا فيه في التلفزه باش هنا ينجموا يجاوبوا. دونك هذه هي الكل اون جينيرال الديسكليمرز اللي عندنا. والحاجه الاخرى اللي هي الناس كل مسؤوله على الراي نتاعها. به قدور تعطيني الترانزيسيون. يا اخي باش نحكيو على ثوره الفري فاير كما عطانا قدور. اما قبل هذا الكل فما عندنا ديسكليمر صغير اللي هو حكيت الفيك نيوز. به احنا نسمع برشا في الفيك نيوز سواء قاعد صاير نشوفه في برشا بيجات على الفيسبوك، هاو بولي صفحه نتاع بوليسيه باج عامله روح باج نتاع بوليسيه تحكي على الثوره، هاو باج نتاع دي مانيفيستون عاملين رواحهم يحكيوا على الثوره. ودونك تكثر كلمات، نعرف الناس الكل في تونس اللي عنده نظريه يهبط الستاتو ويحكي. دونك رد بالنا من الكلام اللي قاعد يصير في اللي قاعد يتقال في الفيسبوك وغيره في لي ريزو سوسيو، رد بالنا من الفيك نيوز سورتو، على خاطر بالحق تنجم تكون حكايه مخطره وحتى عبيت تضر منها برشا. أما قبل هذا كل شنو اللي صاير هذا الكل في الثورة ولا الاحتجاجات؟ سي لؤي أنت تنهار وأنت تحكي على الانستغرام خويا عطيها نهار كامل، توا شنو صاير هاو وين؟ نهار كامل نتبع هاك في برد وهاك البارح في البوبلي، اليوم عاودت رجعت. اليوم رجعت من برد والبوبلي ديريكت. من عطينا شنو صاير حسب رأيك؟ والله اللي صار خاصة في بريود الكونفينمون أنا نربطه شوية قبل باللي صار مع الجمهور الأفريقي، كيفاش عباد هبطت. السبورتيف في الجمعيه نتاعهم هبطوا يتظاهروا على الجمعيه نتاعهم، لقاو تعزيز امني توقيفيه اللي عمل واللي ما عملش واللي يجري واللي تشد، تهزوا للثكنه، توقفوا توقيف خلينا نقولوا غير انساني تو سامبلومون، قعدوا حتى نص الليل والاكثريه نتاعهم هما قصر. من بعدها جاء 14 جانفي، دونك عباد باز باش تعرف تحتفل فما عباد باش تعرف تحتج. قبل بليله خرجنا من الشيشه قال لنا لا فماش، خرجنا وزير الصحه قال لنا لا راهو حجر صحي شامل وكل شيء. دونك 14 جونفي زاد دار الفيديو نتاع الراعي نتاع سيليانا كيف كيف، دونك لاكوميلاسيون نتاع الحاجات هذوكم الكل، العباد كوفر فو جاي من هنا والعباد في المناطق خاصه الداخليه اي اخوي خلينا نهبطوا. من نهار الخميس 14 حتى نهار الاحد والشعب التونسي تقسم ما بين اللي معاه وما بين اللي كونتر، وعلاش العباد هذيا تحتاج في الليل. نهار الثلاث هبطوا عباد في النهار، هبطوا لافينو ونورمالمون قدور اعطينا فيديو خلينا نشوفوا العباد اش قالت نهار 19 2011. العباد خرجت في الليل قال عليهم سرق ومخربين، ونتذكر نهار 14 الاخبار فاش قاعده تقول، نتذكر في الارقام فاش الاخبار تاع الجزيره والعربيه سميت العباد اللي خرجوا مخربين، قلتوا ما نخرجوش في الليل وقلتوا سرق وقلت هذوما عبيد جايين باش يعملوا باش يهمشوا معناتها القطاع الامني ويحكيوا في لغه خشبيه وباش يسرقوا المجازينات، ما احنا جينا لهنا باش نتظاهروا مظاهرات سلميه، وكنتوا تشوفوا فينا كيفاش في لافينو قاعدين وقاعدين نوصلوا في صوتنا، اما ما راعنا الا باش نتضربوا بالغاز وبالغاز المسيل للضباط ومن ضباط سامين. ما عادش نجموا نقبلوا اي نوع من انواع الظلم اللي جاي من البوليس،
يقتل فينا ويضرب فينا بالغاز بسبب ولا ما غير سبب في الليل ولا في النهار. نخرجوا في الليل يشدونا في الصباح غاز. المهم الهدف نتاعهم هو شيطنتنا، الهدف نتاعهم هو يخرجونا كمخربين. نحن مانيش مخربين. يقولوا منو ثم جيل جديد، جيل قلبه حي، جيل مازال مواصل، جيل وفي لدماء الشهداء. الشباب بمختلف يعني انتماءاته خرج عنده مطالب واحدة انه يطالب بها. فما منظومة تبين انها فاشلة، والمنظومة هذه ما بدتش من 2011، نحكيهم من 86 ونحكيهم من الإصلاح الهيكلي، من خيارات اقتصادية قاتلة. المشاكل اللي صاروا البارح على خاطر نحن قاعدين نتظاهروا على حقوقنا اللي هي في التجويع، في التهميش، في التلمية اللي هي ما هيش قاعدة توصل كما لازم لل 24 ولاية. صراح الموقوفين شاديد في صراح الموقوفين، شاديد شاديد في صراح الموقوفين، شاديد شاديد في صراح الموقوفين. نحن نحبوا دولة تتكفل بالمواطن، نحبوا الدولة الراعية الاجتماعية. المسألة ماهيش في الانتخابات مبكرة أو في البرلمان أو في الحكومة، المسألة مسألة منظومة. الحل اللي هو تغيير جذري، تغيير جذري وتغيير في النظام السياسي، ولازم المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة، وبعد نمشي للمصالحة. ما فماش محاسبة ما فماش مصالحة. كيف ما رينا الشباب هذايا بالرسمي خرج وسمعنا برشا مطالب، يخرج المشيشي من بعدها يقول انه الاحتجاجات هذايا راهي احتجاجات غير بريئه، وراه فهم شكون وراهم ومخربين وحاجات كيف هكاك، واللي يحب يحتج يحتج في الاطر السلميه نتاع الدستور، ومن غد هيك يخرج يقول انا راني لازم نسمع المحتجين والمتظاهرين والحاجات هذيك الكل. حتى كشي اللي نعاودوا خرجوا لو 23 زاده في لافينو. والحاجه البيزار وانه بما انه سي رئيس الحكومه هو نفسه وزير الداخليه، فشكون باش نحاسبه على الايقافات والا حتى على القمع اللي قاعدين نشوفوا فيه والممارسات اللي عمل فيها الحاكم مع العبيد ذوما. واضح. جوست قدور قال لنا توا برشا عبيد تسال في الكومنتير على جليل بريك. جليل بريك شكون حاضر معنا لكن في التكنيك وما نجموش يكون موجود معنا في اللايف هذا. البوبليت ويخدم انه يجيب لكم جليل بريك كما قال لكم ان شاء الله. دونك باش نجوست هذيك الكومنتير نكملوا توا مع الديسكسيون. بي خويا دونك انت لؤي بالنسبه ليك بديت من احداث الكلوب. ايوه الكلوب هي خليت اخر حاجه عملت خرجت العباد هذوك. بيه معنا حمزه وغيلين. غيلين كما ريتو في الفيديو كان من العباد اللي تحكي. غيلين شنو رايك انت وقتاش بديت؟ شنو هي اللي تنسيل هذا اللي صار؟ علاش سنين لانيفيرسير ديزون تاع الثوره ماهوش كيما العوام اللي قبل؟ بون هو مش سنه حاجه اكسبسيونيل، معناها كيما كل عام من 2011 ل 2021 في جام في بالذات لعبت تخرج وتعبر على رايها بطرق مختلفه، كيما صارت مرات في حوم صارت في ولايات. اما السنه بالذات العباد هذه قالت لك مانيش باش نخفوا كيما المرات قبل ما تفوتش نهار اثنين ثلاثه وتطفى الحكايه. المره هذه العباد شادت وليت تنسال انا من رايي انه بدا مع قانون زجر الاعتداء على قوات الحامله للسلاح. انه لا واحد بين عباد وبين مختلف فئات شبابيه، بين الناس اللي ما تبعش سياسه وبين الناس اللي تبع، بين جمهور الكوره بين ولاد الحوم. المهم انه دوله البوليس اللي كنا عايشين فيها قبل ما تعاودش ترجع. ورينا عباد ريت ساعه اولاد وقتها وبنات ما كيفاش تلموا وما تعرفش كيفاش. المهم انه البيوت انه القانون هذاك ما يتعداش. ومن القانون هذاك ولينا كل مره نخرجوا في تحركات اخرى، ولات العباد تتلم ومش كان شباب كبار صغار، ولات الناس تخرج. فهمتني؟ وهذيك هو اللي راه انه بدايه محرك انه المنظومه هذه لازمها تتبدل خاطر مارينا منها حتى شيء. حمزه انا جو روجوان لا فيديو غيلان، خاطر وقت اللي يقول لك انه مش توا معناتها لي تنسيل مش توا من الانتخابات نتاع 2019 والسيستم قاعد يراكم في الاغلاط. والحكومه والسلطه ما خلتش شكون ما عركتش. في مرحله اولى عركه الصحفيين، في مرحلة ثانية عركة الأساتذة والمعلمين، في مرحلة ثانية النقابيين وعركة اتحاد الشغل، مع تحلت على روحها واجهات كبيرة ختمتها. وكانت النقطة اللي فيضت الكاس حسب رأيي هي قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين اللي خلى ناس كل وسورتو الناس اللي متعرضة بشكل مباشر للعنف البوليسي خلاها معناتها في مواجهة مع عنف الدولة
وخلى الناس هذه تفهم انه قايت باش يواجهه. جات من بعد احداث جمهور الكلوب، جات بعدها وضعيه الاحداث نتاع الراعي، معناتها لي فيبول دو نيج، معناتها صار من 2019 لتو. جوست باش نكمل على حمزه في حاجه صغيره، وانه فهم برشا عباد سالت علاش تو، شو بهم خرجوا كان تو. هو جانفي اصلا، جانفي هو هيستوريك مان في تونس، هو الاحتجاجات يعني دخول قانون مالية جديد، وعندنا زيادات، زيادات في السكر، زيادات في القصاصات، في حاجات، دونك فما زيادات دخلت، والاجراءات هذيا ديما تتواجه خلينا نقولوا باحتجاجات اكثر من هكا. اشتي هو نتاع القعده خاصه في المناطق الداخليه، وتو تعمل القانون اللي من طالت بطالتهم 10 سنين اللي هو يدخل حيز تنفيذ 2021، العبيد بالطبيعه باش تكمل تفلقت، وبالطبيعه باش تخرج للشارع كيف ما خرجت، وخاصه وانه جات الدوله قالت لهم 14 جانفي ليه باش تقعدوا في الدار هاكم كونفينمون توتال. العبيد الانسان بصفه عامه كيلقى قاعده ويلقى عباد تحب تضيق عليه باش يلقى ثغره فلا انه يخرج. اي هنا ديجا انت تو جبت على حكايه الكونفينمون، برشا عباد تحكي اللي يقول لك مثال هما كونتر الاحتجاجات ولا غيره، يقول لك السنه علاش سبيسيال على خاطر صارت الكوفيد، العباد قلق، نعرفوا الناس الكل اللي احنا لي جون سورتو يمشيو يعني لي ستاد القهاوي سورتو تفرغ هذاك الغش وتفلقيت في لي ستاد يعني من الاخر لي جون، يقول لك السنه على خاطر كل شيء مسكر الكورونا الكونفينمون، دونك هذه حاجه كانت حركه العباد هكا ولزتهم. والله انا نشوف اونيتمون وانه اصلا الفيراج في حد ذاته، بما انت جبت استاد الفيراج في حد ذاته راه ماهوش جوست ترجيع للجمعيه، هو كونتر سيستيم، هو يمثل باك جراوند كيكوسو ايكونوميك ولا سوسيال، خاصه السنه كوفيد ما فهميش عبيد في استاد كل شيء، العبيد هزت العركه نتاعها من استاد خرجتها للشارع، تفضل معايا خويا انت سكرت علي استاد باش نهبط انا للشارع، دونك نتصور سي لوجيك، وخاصه وانه شفنا فاير وورك، شفنا الشماريخ، وشفنا الافلام والباراشوت والحاجات هذيك الكل، فهمت؟ بغالي انت هبطت للشارع. انا سمعت برشا عبيد تقول هذايا سورتو في التلفزه وكل، بيسكو ما يجيبوش برشا العبيد اللي تهبط للشارع وكل، دونك فرصه يا اخي. برشا عباد قالوا اللي العباد اللي هبطت ولاد الليسي مازالوا في البنتين نتاعهم، انت منهم، ما نعرفش قداش عمرك وقتها صارت الثوره، يقول لك هذوما كانوا عمرهم 5 سنين 6 سنين 8 سنين، شنو جايين يعملوا يعني؟ اسك الثوره مستمره؟ انت وين كنت كي كنت في الثوره يعني في البريمير تقرا يعني شنو تقول لهم انت؟ انت شنو انت وقتاش كنت في الثوره؟ وقت كنت وقت اللي صارت الثوره اول ما نزلت وقتها كانت فيسبوك مهبط نهار 14 جانفي مهبط بف نحب نرجع نقرا قبلها بنهار نبارتاجي اغنيه سمير الوصيف شنو العلاقه كي نرجع سوفينير لا علاقه جمله مهبط الامن عنده الحق يضرب العباد هذوما بالكرتوش الحمد لله. وريت وهبت اليوم ايش تقول لهم يا بدر؟ لا وقتها كنت صغير مانيش فاهم، خاطر انا من الناس اللي تربيت على تصويره غلطوني وقتها بالحق، انا وبرشا عباد تربيوا على تصويره انه النظام هذاك نظام يحبكم وقاعد يرعى فيكم والناس هذوما مخربين، كما قاعد نفس الكلام يعاود اللي قاعد الهنديين يقولوا فيه تو، معناه مخربين سراق يحبوا يباركوا البلاد على اساس هي ماهيش باركه، معناها على اساس اقتصادنا قاعد يحقق فيه ارباح واحنا جينا باش نباركوه اليوم، معناها التاريخ يعيد نفسه في شكل مهزة او مأساة المرة هذه، معناها الاكثر لا اقل، قالوها 2011 عاودوا في 2021، وين كنت انا قبل الثورة؟ هسكو هذا يمنعني حتى ولو كنت انا صغير، معناها ما عنديش الحق تو نتكلم ونعبر ولا كيفاش ولا الثورة ما تمثلهاش الثورة انت؟ اي كوميم مالا شكون يمثلها سامحني؟ يمثلها اللي عملوها هي حكر على فئة معينة عمرية معناها ولا كيفاش؟ لانه معناها الثوره تبقى محصوره في الناس اللي عملوها 2011 جست 2021 الامور ما تعجبش ما عنديش حق نتكلم خاطر ما شاركتش في الثوره ما فهمتش بون هذه يعني اللي نعطيك يعني شنو العباد الناس بتقول في الكونتر بوان نذكر هنا باش نعطي ديك في الكونتر بوان واللي يقول لك انت مطالب شباب حسب رايك اسكو المطالب هي بيدها عارف كان بنت حمزه الناس تجاوبني انا نحب نعلق شويه على اللي كنتوا تحكوا فيه على خاطر بالنسبه لي بالعكس الشباب اللي قاعد يتحرك توا يمكن معبي بروح الثورة أكثر منا خاطر ما عاشش القمع ما عاشش الكبت تربى في مناخ متاع حرية تربى في مناخ متاع برشا ناس تتكلم تونس متعدة تونس متنوعة فمش حزب واحد فمش صوت واحد فمش رئيس واحد معناتها أكثر جيل قادر إنه بالحق يعبر على ثورة هو جيل ذايرة يمكن إحنا جيلنا جيل المخضرم اللي عاش منا ومنا يمكن ياسر مازلنا مربوطين
بقبل. اما بالحق الجيل هذا جيل غيلان واللي بعد غيلان اكثر جيل ينجم يعبر على الثوره معنا. وحمزه اكثر جيل ينجم يعبر على الثوره اكثر من هذا هو الجيل اللي حضر على الجيل اللي قبله الطالب المطالب بتاع الثوره اللي هي شغل الحريه كرامه وطنيه. يشوف في 10 سنين يتظاهر يحتج يسكر الكياس يتوقف يتهنتل يتحقر 10 سنين المناطق نتاعهم الكل الاجيال خاصه المناطق الداخليه اللي خرجوا فيها في الليل شافوا الاجيال اللي قبلها تحكي مع الدوله وكذا وعلى ذلك هما يقولوش بهم يخربوا رغم يعني ما توقعش من العبيد الكل ولا انها تهبط في احتجاج سلمي ترفع بندرول ولا ترفع حاجه في كل العنف هو في حد ذاته هي وسيله نتاع احتجاج العبيد هذيا مش لازم تكون عندها مطالب اصلا العبيد هذيا هبطت تحتج على الوضع والا حتى شنو شافته في العشر سنين اللي فاتوا هذيا تو بعد هيك نحكيو فيه اكثر يعني في المطالب وين ماشيين ومن بعد اما بطبيعتك مادام كنت جبت على حكايه الليل سنين زاد برشا عبيد تقول علاش سنين سبيسيال شنو هذيا يعني غايلين علاش فما تظهروا بالليل جماعه الظهر في الصباح علاش شنايا مش مستنسين بالحكايات هذيا بس ناس صغير فما كورونا ويعني كونفغوفو من بعد مي عليه لماذا واي نتوقفوا في قرارات الحكومه ما قالت نخدم بالافواج هاكا فوج الصباح وفوج الليل مناوبه هذيا هذيا مناوبه خويا باش ما يقولناش هكا خرقتوا الحجر الصحي ودرا شنو يزيدنا من فدكه علاش عبيد تخرج بالليل وعبيد علاش تخرج عبيد بالصباح العبيد تخرج في الليل هذيك هذيك مخه كيفاش يقولوا انك لازمك تعبر انا الرأي من وجهه نظر تاعي اني انا نحب نعبر في الصباح نحب نهبط لافينيو قدام داخليه ولا البارد ونهز بلاك هو هذيك طريقه التعبير نتاعو ما تنجمش انت تجي تقول له ليه ما تعبرش ولا ليه مش من حق حتى حد يسميه مخربين ولا سريق ولا لا حتى شيء شباب هذيك هو نتاج نظام كامل نظام من 2010 لليوم لا حب يوعيه بوظيفه معناها بدور السياسه لا حب يعرف بابسط حقوقه لا حب يوفر له معناها اطر انه تخليه ينمي معناها من المستوى الثقافي ولا يزيد يتعلم اكثر منظومه شدت في كي شدوا في الحكم خليه الشباب كيف ما هو احصروه في الاحياء الشعبيه واعزلوه على دوره في البلاد هذه دونك سي نورمال باش يخرج يحتاج بالطريقه هذيك اللي راه هو انها توصل له صوته واضح بلي مادام انت جبت تحكي على العبيد يعني حتى لو اي قال هنا اسكو لا تنجم تقول لك اش معناها يعني انت خويا تبرر في العنف مادام تحكيو على احتجاجات في الليل نعرفش شوف الاولاد ينجم اونيتمون مش نبرر لا في العنف لا في التخريب لا التكسير لا السرقه لا حتى شيء اما زاده انت كرئيس حكومه ولا مسؤول انك تتعامل بالبوليسيه والقمع ديريكتومون من غير ما تفهم اصلا يا خويا كان الدوله فاش غلطت كيفاش تحب تسمعهم كيفاش تتعامل معاهم اما انك توقف الاعداد هذيك الكل وفيها برشا حسب ارقام وزاره الداخليه بان سور فيها يعني نمبر معين نتاع قصر حاجه تخليك اللي انت ريالمون ماكي جاي تحب تسمعهم ماكي جاي تحب تشوف لهم حلول جاي العباد هذا تقلق فيك تقلق في النظام ولا في المنظومه كيف ما قلت انت تو سامبلومون تحب توقفها عند حد قلت لي نبرر في العنف ما نجمش نبرر العنف بقدر ما اني ندير الدوله على غيابها في الاحياء الشعبيه هل سالنا رواحنا علاش صاير العنف هذا علاش العباد تخرج في الليل بطريقه هذيك نجم نعطيك مثلا ارقام عملها الاف تي دي اس في دراسه على تطرف العنيف كي تخلي الاحياء الشعبيه واسالهم لقى انه 80% من الشباب هذا معناها يحس بلا انتماء للدوله جزء كبير من الشباب هذا يخمم ان الدوله قاعده تخمم له كان في الشر يخمم ان الدوله هذه حكر على فئه معينه اللي هما فئه الغني كروز كما يسموهم ولاد لحوم وان هو مقصي جمله من الدوله هذه يحس بانتماء للعائله لحومته لاصحابه والجروب نتاع الالترا نتاع الكوره واخر حاجه يحس روحه ينتمي لها هي الدوله يخمم ديما ان الدوله ديما تخمم له في الشر يخمم انه ديما الحاكم وظيفته انه يقمعه ويخليه محصور في اللونتوراج نتاعه وكهو كيفاش تحب هذا تقنعه بانه راه هذيك منشات عموميه لازمك الحفاظ عليها وتقنعه برشا بلغه وطنيه ولغه انه تونس بلادنا الناس الكل لازمك تحافظ على الاقتصاد فهمتني؟ هنا حمزه باش جوست نزيدوا على كلام غايلين عجبتك انت يعني قلت العبيد الغنيه وكل شيء ما تشوفش خطيره شويه كان وليوها كلغه احنا وهما واحنا المهمشين وهما يعني ايه كي التقسيمه بتاع احنا وهما اسكو لا ابدا انا ما نعرفش هي خطيره خاطر هي العركه في جوهرها العركه بين اللي عنده واللي ما عندوش معناتها خاطر نحن في تونس الناس اللي عندهم يحبوا يزيدوا يولوا عندهم اكثر على حساب الناس اللي ما عندهمش
نشوفه في سيستمنا، معناتها اليوم يراكم ويكدس في الثورة عند الناس اللي لبس عليهم والناس اللي عندهم الامتيازات والناس الفقراء والناس الأقل حظا والأقل نفاذا للحقوق، وضعيتهم قاعدة تدهور. هنا مش نزيد على في كلامك، العباد هذي اللي خرجت في الليل حسب كلامكم توا، يعني اللي شختوه لدى حلاء شعبية وكل شيء، فما عباد خرجت في النهار وانتم من الجماعة اللي خرجوا في النهار، برشا كلام قاعد قال انه يا اخي انتم ركبتوا على الحدث، يعني فما خوذه وهيجه صارت في الليل، عبيت خرجت وقتها فما كوفغو فو، وبعديك انتم جيتوا يستكر الكونفينمون توتال وطلعتوا في واصلا احزاب سياسيه، وفما شفنا يعني كمان مش نسل كل شباب يعني محايد ولا اللي هو طالب. حاجه خليني نقول لك حاجه، انا ممكن مباشر برشا الديسكور هذا نتاع تعميم الفشل ولا ديما وين تخرج الناس تتظاهر يقولوا هاكا المتسيسين، يا اخي على المتسيسين ماهمش ولاد حوم شعبيه، انا ولد حي تضامن معاهم. هم يقولوا انتم ركبتوا شنو تحب تجاوب؟ حقي باش نتظاهر في الليل وفي النهار مع ولاد حومتي، وكي نقرر باش نخرج في النهار نخرج في النهار، وكي نقرر باش نخرج في الليل نخرج في الليل. الاحتجاج ما عندوش راس شروط راهو ايناز، راهو الثوره عملناها في الليل، راهو تالا والقاصرين الشهداء نتاعهم طاحوا في الليل، منزل بوزيان معناتها الشهداء نتاعها طاحوا في الليل، في 2018 في فاش نستناو خرجنا في الليل، وصلنا زاد كيف كيف راهو كيما توا معناتها 1200 و1300 موقوف. الباجي قايد السبسي الله يرحمه طلع رئيس سويت المجموعه من الاحتجاجات اللي دامت في ليالي رمضان، معناها اللي يوصل للسلطه يولي يحكي لنا يعني يخرج لنا الفزاعه نتاع ما تحتاجوش في الليل، لان الناس عندها الحق، كل واحد وقت الشيء يرى روحه ينجم يحتاج ويرى روحه يسيدانتي فيه في الاحتجاج نتاعه. هو جسوش كامل على حمزة، خاطر ريالمو حتى في 2011 فما حظر جوالين، اما العباد كسرت الكوفر فو وحبت تحتاج حتى في الليل. اما اي اكزاكتومون، اما الحاجه الجراف وانه في العشر سنين الدوله ما حبتش مين با تصلح، خلينا نقول الموديل ايكونوميك ولا الاقتصاد نتاعها كيفاش ماشي، مناطق مهمشه تاريخيا 60 سنه كملوا في التهميش نتاعها. يا اخي ميم حتى العباد اللي جايتنا من برا، الاتحاد الاوروبي اخرار قال لك فما عائلات متنفذه لوبيات تحكم في الاقتصاد التونسي، هذا مش نحن كلنا، هذا عباد تتعامل معها الدوله التونسيه في حد ذاتها. دونك انه باش نجيو الديسكور نتاع خلينا نقولوا العباد النباره اللي موجودين برشا، انه ليه اللي يحتاجوا في الليل لازم يحتاجوا في النهار، واللي يحتاج في النهار ما يحتاجش في الليل. الاحتجاج راهو ما عندوش قيود، راه تحتاج في الليل في النهار تتكربس تطلع، الاحتجاج عنده غاية وعنده رسالة ميم حتى لو كان مش مطالب، فلقتنا نحب نحتاج. هنا جوست باش نسلو الكوميونيتي نتاعنا، عندنا سونداج اخر ابار سونداج اللي لانسيناه من الاول، هو انت شنو رايك، اسكو مع الاحتجاج في الليل مع الاحتجاج في الصباح الزوز يمثلوك ولا الزوز ما يمثلوكش؟ دونك اعطينا رايك نكملوا في سا في سا ديسكوسيون. فما نحب نسال هنا حمزه، كنت تقول لي كيف ديما نحب نعطي انا الكونتر بوا بدام هنا مش موجود، يقول لك احنا توا في ديمقراطيه، ولا حتى كانت سنه اولى ولا شي سنه سنه ثانيه اللي هو انتقال ديمقراطي ماشي قال ديمقراطيه ناشئه، يقول لك علاش ما نحتاجوش بالمظاهر الاسلوب السلمي بتاع الاحتجاجات رقم واحد، والا بالطرق الديمقراطيه الميكانيزم الديمقراطيه اللي هي جينيرالمون انتخابات وغيره، فهمت؟ دونك باش نحكيو بعديك اكثر في البديله، ما توعتني شنو رايك؟ بالله نحب نسال معك سؤال بسيط جدا، انا هي الديمقراطيه؟ الديمقراطيه اللي هي بالمقارونه معناها ديمقراطيه بنحنا حزب ربي بالاعلام الموجه بدعم لوجيستي معناتها من نيويورك لقطر، انا هي ديمقراطيه بالحق؟ ما وقت اللي ناسسوا الديمقراطيه سليمه وقتها نقولوا اجا نحترموا نتائج الديمقراطيه، عندنا محكمه المحاسبات اليوم خرجت تقاريرها، راهو الناس اللي تدعي الديمقراطيه الناس اليوم في البرلمان بلاصتهم مش البرلمان، بلاصتهم الحبس نورمالمون، لازمهم يتحاكموا على خاطر فما معناتها اموال طايله ضخت للانتخابات. وقت اللي ناسسوا الديمقراطيه حقيقيه، وقت اللي الناس كل تتحط في نفس نقطه الانطلاق، وقتها تو نجمو نحكوا على تعاطي ديمقراطي، بالرغم انه انا راني رايي انه الانتخابات هي معناتها صوره محدوده في الزمان والمكان لراي الشعب، اليوم الشعب ينجم ينتخب بشكون بعد بجمعه يقرر انه مش يطيح، وتصير في العالم يتخذ الحاكم ولا السلطه السياسيه تتخذ اجراء مخالف للي يتفاهم معاه للتعاقد مع الشعب، حق الشعب الطبيعي انه يطيح. ايه هو عندنا احنا تو ظالي حتى تو ما عادش تسع رئيس حكومه، اش عملنا باش نقعدوا هكا؟ جوست حاجه بركه، كيف ما قال قبيليك غايلين زاد وانه مش تسع رئيس، عندنا 370 وزير معناها من عندهم حق يعملوا نقابه. تفضل.
كيف ما قال غايلين قبيليكا وانه العبيد تختار الفورم نتاع الاحتجاج نتاعها. يعني ما نجيوش مثلا السيستم يوفر لك احتجاج قالب معين يبدا محمي كذا اللي ينجم يقمعك فيك ويحصرك فيه ويجي يقول لك هاي تفضل احتج معي. فما عبيد ما تمنش انها تحتج في الاطار ولا في الكادر اللي خلقها سيستم. السيستم اللي يتمثل كسوا في البوليس، اللي يتمثل في راس المال، اللي يتمثل في الانسان اللي ما يشبهنيش، الانسان اللي ما يشاركش معنا للرؤية لتونس والا ما يشاركش معنا حتى شنو نعاني وشنو قاسيه كل يوم. ايناس جوست قبل ما تتعدل النقطه الاخرى يا اخويا، حتى بالمنطق الديمقراطي الشكلاني اللي يحكوا عليه نتاع انهم هما اغلبيه ونحن اقليه، في الديمقراطيات الاغلبيه من واجبها انها تحترم الاقليه. اللي صار اليوم والبارح والجمعه اللي فاتت ما فيهوش حتى احترام. اليوم فما ثلاثه من الناس يمشوا مع بعضهم في احد الشوارع الفرعيه للعاصمه يفرقوهم، راهو تم عسكرت باردو، معناتها يمنعوا في الناس باش تدخل الطرق المؤديه لباردو كلها تسكرت، وبالمدرعات وبالخياله وبالبومبا الكروموجين. علاش هذه الديمقراطيه؟ معناتها هكا يحبوا الديمقراطيه البوليسيه؟ معناتها لا، مش هكا احنا نحبوا الديمقراطيه. ميم حتى حمزه خرق خرق الحقوق، ابسط حقوق الانسان اللي هي التنقل. يعني انت تجي متعدي في حومه يقول لك لا هذيك ما غادي فيلتراج يصير اذيره وحاجات. اليوم اللي صار اليوم نحكي فيها من بعد شفتوا حكايه التنقل. جست حاب نقرا هنا شويه دي كومونتير على من الكوميونتي نتاعنا في دي كومونتير اللي كتبوهم. فمع بيد شيء يضحك ويبكي على فوا، يقول لك سيبونا الحدود خلينا نخرج، والاخر قال والله الوليد لازم نحرقوا. يعني هذه جست دي كومونتير يمشي. فما عبد يحكي على الحاله ما باش نحكي نقراها من بعد. دوله معناها السرقه اللي هي يعني ديفينيسيون تعيسه جدا والله، ديفينيسيون صحيحه برشا والله، وتعكس ممكن الدوله هي السرقه والله. قانون مصالحه للفساد، معناتها هما يحكموا كما عهد بن علي كما توا، معناتها مواطن بسيط يسرق حكه تن معناتها ولا يسرق كيلو مقرونه تحشم. راهي الوضعيه راه نشوف فيهم متصور على الفيسبوك النقابات الامنيه حقهم يحشموا على ارواحهم. انا نحب النقابات الامنيه تحشم على روحها، يهبطوا في مواطن يصوروا فيه سرق حكه طماطم وحكه معجون، بينما الدوله عامله قانون مصالحه للفساد الكبار، معناتها وبينما فلوس الشعب التونسي نهار 21 جويليه بشوف عليها تجميد في سويسرا. معناتها سيدي جات رفعت تجميد في جانفي على عبيد معينين. اما لي حتى على الكومنتير مثلا نتاع الحرقه، ديما راهو مشكلتنا المسؤولين نتاعنا ولا السياسيين ما يحبوش يفهموا الجذور. يجي يقول لك عبيد تحتاج، عبيد تكسر، عبيد تحرق، عبيد رشني، تيفهم علاش يا اخي. وريت اذا يبين لك اللي راهي تونس دولتي، تونس نتاعهم هم وتونس نتاع عبيد اخرين اللي قاعده تعان. باه اليوم باش نحكيو اكثر، باش نرجع لك غايلين اول واحد ناخذ رايه وبعد باش نحكيو اليوم على لو 26، خاطر احنا اليوم لو 26 صارت الاحتجاجات في باردو. دونك قدور عايش خويا، اعطيني الفيديو نتاع باردو. برشا تكريس وغل وطحين ازرق سامحني في الكلمة. هي مسيرة اليوم سيرتو هي ترجمة العديد المسيرات اللي خرجوا من الأحياء الشعبية. هي تنجم تكون فك حصار على الهجمة الأمنية اللي صارت على حوم الشعبية والاعتقالات اللي صارت. خاطر الإعلام شنو حب يقول؟ حب يعزل أولاد الحوم الشعبية باش يكون ناس تافهين ما عندهمش أهداف، خارجين برابرا أي أوركو، معناها الناس ما تتذكرش البيانات اللي هبطت من الدوجيرز وزاباتيستا وجروبات الكورة قبل ما تصير حتى الاحتجاجات. وفي إشارة لمنظومة الفساد، معناها ناس عندها وعي، ناس تخرج تحتج، لكن كل فئة راي عندها طريقة لتحتج بها. هي هي تونس، تونس دارنيير ما شنو ولات من مطمور روما لزبلة روما. الزبلة شنو لازمها؟ المصب الزبلة شنو لازمه؟ لازمه يتحرق من الأخر، معناها يزي وفي يزينا من يتعاركوا من الداخل. توا يتعاركوا ويحطوا معناها الكلاب نتاعهم في الشارع بشتى انواع العنف والاستفزاز اللي على الدوائر نتاع البرلمان. اللي الناس اللي خرجت اليوم راهي خرجت باش تقول رانا صبرنا برشا، راهو 10 سنين وليت معناها الطبقه اللي كانت تحكم الاربع عائلات هما بيدهم لليوم زادوا استغناوا. الطبقه المتوسطه قضينا عليها، ما عادش فما طبقه، ولاو فما اربع عائلات كرز في البلاد والباقي اللي دايرين احنا عامة الشعب الرعاع كان نخدموا عليهم. تمشي تخدم وتروح ترقد، معناها نحن مجموعه من الشباب الوطني ما
موجود فينا المتحاسبين والمقاوشين وموجود ميم حتى الناس اللي ما عندهاش انتماءات سياسية، أما الكلنا نحملوا نفس المبدأ ونحملوا نفس الخيار ونحملوا نفس البرنامج اللي هو راهي المنظومة هذية منظومة فاسدة، الهدف الوحيد متاحة والخدمة الوحيدة متاحة اللي قاعدة تقدم فيها بقلب ورب هي بيعان البلاد وبيعان العباد، وهذا اللي خلينا مش نزيدوا نهبطوا للشارع أكثر خاطر ما عنا ما نخسروا بخلاف القيود متاعنا. يظهر لي فتنا الخطوط الحمراء منغادي وقايت باش انها ترحل المنظومة هذه الكل مادام مازلنا شادين الريتم. أنا مانيش نحكي على ثورة جديدة، أنا مازلت في نفس الثورة، معناها فما ثورات دامت 100 سنة، احنا 10 سنين والشعب مركحش على خاطر بوليس بن علي، على خاطر هذاك شنو يعرف الميزانيه الكل ماشيه في هاو درشنيه بالماء هاو دبيبه درزبي درشنيه مثلا ليدوكاسيون وسبيتارات توا كورونا معناها مناكين امهم، اما الفلوس كل ماشيه للحاكم المنايك هذايا. معناها فما ثوره اعلناها في ديسمبر 2010 راهي مازالت قائمه لليوم، ومازال فما مد وجزر، لكن مازلنا نضربوا بالبونية على المطالب اللي خرجنا عليها تحت زليز برشا تكريز، اما زاد دوام ينقب الرخام والبلاد هذه متاعنا انتوما اللي كريه احنا الملاك. قال لك بعد تحت زليز برشا تكريز به تنزل تشدد فطور تحرق غايلين، علاش شبيبابا انتقاليه كنتوا في الحبيب برقيبه مشيتوا البرد وتحوسوا ولا اش تعملوا ولا لشنيه الوش تبديله يعني؟ ما هيش تبديل متاع محويس ولا حاجة، مش مقلقناش منه الحبيب برقيبة، ما زلنا باش نرجعوا له برشا مرات، أما كما قال حمزة بكري شباب هذا واعي ويعرف وين يحتاج ووقتاش يحتاج وكونتر شكون يحتاج. اليوم العباد هبطت من حي التضامن وفي مسيرة وقفوها للأسف وعرضوها بمئات الأمنيين والكراهب والمدرعات، العباد هذه هبطة مجلس نواب الشعب اللي لا علاقة له بالشعب. مجلس نواب رينا فيه العرك، رينا فيه السبان، رينا فيه التكفير، رينا فيه العنف، ورينا فيه كل شيء إلا أنه يمثل الشعب، رينا فيه قوانين ما تخدمش الشعب تخدم فئات معينة، رينا فيه قانون ميزانية يخدم عائلات ما يخدمش الشعب. لذلك اليوم الاختيار كان أنه مجلس نواب الشعب باش الشعب يحاسب النواب هذيما، وجاءوا نواب حضروا بوا من وراء الأمن، وفما النواب قالوا أي يلزم الأمن أخي الشعب هذا باش يدخل هو يصوتوا بلاصتنا، وهو نائب سيف الدين مخلوف معناها اللي تاجر بالشعب هذا دار اليوم عليهم وقال أي اش تحبونا نعملوا، تحبوا الحاكم يحل الباب والشعب يدخل يصوتوا بلاصتنا ولا شنو؟ معناها أكثر من هكا معناها نسميها قذارة ولا حقارة ما تسمى ما دي شيء. هو اصلا اللي سمعتها قبيلك في الفيسبوك على اساس التوانسة يحبوا يقلدوا الامريكان دخلوا للكابيتول، هم التوانسة يحبوا يدخلوا البرلمان، يعني اللي هي بيزار عبيد هابطة تحتج بالرسمي راهو اي عبد كلكسو يسكن في باردو ولا خارج باردو ماشي راهو على بعد 2 كيلومتر ما ينجمش يقرب البرلمان. يعني اليوم الصورة اللي تعطات سلطة تنفيذية سلطة تشريعية قاعدين على اساس اوليغارشي محميين من البوليس، واصلا حتى نقابه الامن مهبطه كيفاش نحميو فيكم انتم ما شرعتوش القانون اللي يحمينا. فهمت لو اي جلوس عشان على حكايه الكابيتال والامريكان والتونسي اللي عنده في 40 شهيد محمد الابراهيمي، الامريكان يعاندوا فينا خاطر في 40 شهيد محمد الابراهيمي وائل نوار امين عام اتحاد طلبه قال لهم اللي يحب يقعد يغني وين يعني يدخل البرلمان وصدمنا على البرلمان، معناتها موش جديد علينا صدمنا على البرلمان وقت اللي يقتضي الامر ان باش نصدموا عليهم باش نخرجوهم من غادي بطريقه اشنع من اللي عملوها الامريكان في الكابيتول باش نعملوا معاهم كيكا كما قال الاخرين واي امريكانز نيد تو نيجنز. اما توا اليوم هي نهار نتاع الاحتقال للحكومه الجديده فما صار التحويرات فما زاد كمان وجوه شبيبه يعني شبيبيه نقصت فهم اسكو بلعاني اشتاق مقصوده شنو شوف تعرف الحاجه البيثه يعني انا على خاطر من مثلا الاولاد انا قابلتهم في قانون زوج الاعتداءات على الامنيين عود قابلت من وقتها قابلتهم اليوم في الاحتجاج هذا وانيتمون ميم سيره ساعات نتخالفوا يعني مش لازم يبدا عنا نفس الراي ولا اما انا بالنسبه لي انا كفرد لقيتها فرصه فما مطالب مشروع على فوقهم انه العبيد هذه لازمها تخرج اللي توقفت لازمها تخرج النظام كل واحد عنده ديفينيسيون تاع النظام انا نعتبر النظام الفساد والمحسوبيه والابتزاز والثقافه السياسيه اللي عملوها السياسيين اللي جاوا بعد الثوره وبركوا بها البلاد دونك ريالمون العبيد اللي خلينا نقولوا تنبر على الاحتجاج هذا نتاع
نفس الوجوه تهبط نفس الوجوه تعب ونعرفوا شكون وراهم الحاجات هذيك راه مش لازم تتفق معاهم 100% اما كان تم جزء من المطالب نتاعهم راه دورك زاد انت باش تهبط للشارع على خاطر الاحتجاج في حد ذاته اللي صار قدام البرلمان هو نوع من المحاسبه ما بعد الانتخابات مش انك تتصوت وتمشي تروح راه عندك الحق انك تضغط وانك تقف قدام البرلمان وتعيط برشا شعارات او قال لك استنى الانتخابات يعني حمزه شنو رايك قالوا لك استنى الانتخابات وخويا تمشيو بالميكانيزم تاع الدوله الديمقراطيه يعني بما نجيب ساعه نتعدى قلنا نقول انت قلت لي على حتى المصادقه على الحكومه يا اخي نحب نفهم انا يا اخي الشعب التونسي كله رجال علاش معليش نسيت الحكومه يا اخي حكومه التوب رجل هذه معناتها مش راضي يوسف سيف الدين مخلوف وجماعته معناتها لازم نساء لا فما نساء في الحكومه لا فما نساء في المشهد السياسي لا في مواقع القرار بالحق راه سيقرار معناتها هذه هي بارابور الحكومه هذه موضوع اخر كبير يعني. بارابور الحكومه بارابور الانتخابات نرجع ونقول لك راهو ماهوش تفويض مطلق ماهوش تفويض الهي الانتخابات راهي صوره محدوده في الزمان والمكان ونتيجه لتعاقد معين الناس هذه خرجت في قبل الانتخابات ووعدتنا بوعود بعد اكثر من عام على الانتخابات هذه وعودها ما حققهاش من حقنا الشرعي انه نقول لهم ديجاج ومانيش نستناو فيهم راه باش يقولوا لنا راه من حقهم مش تقول خاطر الشعب ديجا قال لهم ديجاج باهني باش نعطيك كونتر ارغومون يقول لك اخي اوكي متفاهمين في الديفينيسيون تاعك تقولي تفويض مكاني عاد دونك اش عملنا مليح وعلاش نقعدوا نعملوا في الانتخابات اللي كان احنا عنا من 10 سنين هاو كل مره احتجاجات 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 اعملوا اللي وعدتوا به الشعب اعملوه يا اعملوه يا اخرجوا ماهيش مسؤوليتي انت طرح على روحك من الاول ما توعدش الشعب يا اخي الناس حكيت على الويفي بلاش راهم سيب معناتها فورميلا 1 فورميلا 1 معناتها صفقه سيدي حسين باش تولي سجوم مراكب منطق سياحي يا اخي انا الشباب هذايا مطالب انه يتحمل مسؤوليه الكذب نتاعهم معناتها لا ما نصورش به غايلين انت اليوم كنت حاضر في باردو وتنجي نحكي فيه بعد ديك المطالب والوعود وكل شيء في البارتي الاخر نتاع اي وبعدها انت اليوم كنت حاضر وكنت حاضر من الاول دونك شفت البوليس نحب نحكي اكثر على كيفاش البوليس يتعامل مع الاحتجاجات وفي العنف البوليس فما دي قدور بلادكم اللي فوتت جزء عديهم من وقت واحنا نحكيو على العنف البوليسي كيفاش نجمو نعمل تو كي نحتاجو اي عبد حتى كان عنده دي زاربيمون كونتر الاحتجاجات كوميم بعد ثوره 10 سنين حق التظاهر والاحتجاج السلمي هذايا يعني موجود في الدستور تاع البلاد والرياكسيون الاولى هي ديما العنف البوليسي ديجا فما شكون توفى الله يرحمه هيكل راشد البارح اش عملنا وجه مليح باه كونسيرن العنف البوليسي تقريبا انا حضرت من تحركات من زجر الاعتداء الامنيين الى اخر تحرك لليوم فما كلمه قعدت في مخي وقت لي فما شكون قاعدين فما طفله قالت صوروا الانتهاكات يخزر لي بوليس وقال لي مشيش في بالك فما حاجه تبدل صوروا قد ما تحبوا وجيبوا محامين قد ما تحبوا احنا اللي نحكموا لهنا بصريح العباره هكا قالها باش نحكيوا على التعاطي الامني معاهم ما قرر رئيس الحكومه عندنا تعاطي امني بكل حرفيه قاعدين نتعاملوا مع الاحتجاجات الحرفيه نتاعهم يضربوا الناس بالغاز في ديارها يضربوا الناس بالغاز في ريوسها واخر حادثه صارت مات جرتها شاب في القصرين اللي هو هيكل الراشدي في المظاهرة هيكل في المظاهرات تكون سلمية فجأة تلقى الغاز معجعش في البلاصة الكل متراك سبان ضربين بالبوت دزين رينا اليوم مدرعات رينا واترغان يقول لك فما برشا يقولوا البوليس زاد يحمي في روحه يحنا في روحه يا اخي احنا هابطين بسلاح معناها ولا كيفاش ناس هز اسكو البلاك معناها سلاح ابيض البوندرول رشاش هزينو الشعارات نتاعنا ارهاب ما فهمتش بالضبط تقول لي يحمي في روحه من شكون المواطن هو اللي لازم يحمي روحه من البوليس هذه الحاجه معناها اللي استنتجتها من جمله التحركات هذه الكل رينا اليوم بوليس الحمد مبارك لها وزاره الداخليه على الماتيريال الجديد اللي عندها درون كاميرات 4K مدرعات معناها درع يحمي بيه رواحهم ما واحدة قاذفات مياه وهذا من كل شرتهم مؤخرا الحكومة وقت اللي عنا مستشفيات أسرة نعاش فيها ناقصة ماتريال بتاع طبة ناقص وسائل وقاية الكورونا ما فماش مش تحكي لي انت على الدولة تعرف يفكرني الدولة تفكرني كال طفل صغير اللي شري لعاب في العيد ولا ابوه شري لعاب في العيد وهبط يجرب فيها هكاك الاحتجاجات هذيا هبطوا ماتريال اللي عندهم الكل اخي نورمال انك تهبط 10 ولا 20 مدرعه على 1000 2000 عبد مش كان في بارد سمعت اي جاي من سيدي حسين الامن مسركل المدرسين كلها مسركله بالحاكم
شار نيكول، وسط البلاد، باساج، لافينو، باب الجزيرة، المداخل الكل بتاع العاصمة، الطرق الكل مؤدية لباردو. علاش هذا الكل؟ بس لهالدرجة خايفين من الشعب؟ اكزاكتومون برج وليا، تعرف علاش خايبة التصويرة اللي تعطات برشا؟ خاطر مين با خرجوا يحكيوا مع الشعب. تو انت رئيس حكومة ورئيس جمهورية. اوكي ماشي قيس سعيد وقتك يحكي مع في 18 جانفي. اي خرج معي في حي. الجمعة هذيك كيف خرج وقال برشا فازات غامضة يعني. شوف بشي وريك قداش. هما السلطة في بينات بعضهم يتعاركوا ما همش فاهمين ليه كيفاش يفضوها لرويحهم. وليه كيفاش أصلاً يخموا في البلاد. فاهم بالك تحب العبيد تقعد في ديارها وتستنى وتتفرج في العركة ذاك. وقت لي مثلا قيس سعيد عيط للرئيس الحكومه في مجلس امن قومي وقال له عندك وزراء تاع فساد ويتعدى من غدويك ملح ثقه وتحبوا الشعب يقعد والله يعطيكم الصحه تفضل. تعاو زيد سمحني الحوار الوطني للشباب اللي هو الحوار الوطني الوحيد يشارك فيه الشباب هو اثناء استنطاق في البحوث ابحاث معناه اكثر لا اكثر. بهنا خلي الفرق رومينا اون فوا بور توت على خاطر اشاك فوا نجبدوا حكايه العنف نتاع البوليس. يعني الارغومون مش الشيء الاخر يقول لك راهو كمان انتم دخلتوا يعني العبيد دخلت كل كسوا اسكو يعني العبيد اللي تحتاج سلميا ولا تحتاج بالعنف ابخيتو صارت سرقه كذا. حتى تلقى مواطن عادي بده يتفرج في تلفزيون يقولوا والله عنده الحق يعني اللي يعملوا فيه غلط وكل شيء. دونك هذه ديما اللي هي الاكسكيوز تتقال واللي هو كما نعشلو اي يحكي من بكري قال طريقه باش يعبد يعبر على التكريز بتاعه ولا الفده بتاعه وكل شيء. دونك هنا حمزه كيفاش هذيا السيركل هذيا نسكرو ايناس انا توقفت من نهار 18 جانفي خرجت نهار 21 جانفي تقريبا معناتها لي زاريفاج اللي جاوا البشوشه كل تعدوا على راسي معناتها 72 ساعه تعدوا على راسي. رامي يجيبوا في الشباب في شليك وفي جوكينغ راه فهم واحد يفرج يسرق في شليكة وجوكينغ راهو المحاضر سيد كوبي كولي من يعني قاعد تقول من بنزرت من بنزرت طويل المحضر كوبي كولي تكوين وفاق وشغب. فما ناس جبدوهم في قضايا تكوين وفاق ما يعرفوش بعضهم. فما واحد يشكل وفاق ولا يكون وفاق مع واحد ما يعرفوش معناها وفاق هو مجموعه بغرض التخريب والرشوه معناتها محاضر كوبي كولي من بنزرت طويل نفس المحضر صغار. انا شفت صغار في انا توقفت في منطقه الامن الوطني باب السويقه فما شكون في المنطقه هذيك صغير جابوه جوست لفقوا له قضيه باش هما ينجموا في المحضر نتاعو يحطوا اسامي ناس اخرين يستهدفوا فيهم هما. الصغيره ذي في بوشوشه قال لي ما نعرفهمش العباد اللي مسمين ما نعرفهمش هدوني بالاغتصاب نحاول حوايجي. معناها في الناس اللي توقفت في حي الربيع وفي بوسلسلة وفي سيدي داود والبحر الازرق دي مينور معناتها عدوا من نهار لحد نهار الخميس في ظروف معناتها نتاع ايقاف كارثيه. العباد هزت من ديارها بشلاكه بجوكينغ معناتها عباد ما تعرفش بعضها جوست هاكا بالنسبه ليهم. فما احتجاجات حط برشا عباد في الحبس خلي برشا عباد تخاف خلي يولي الحركه من كانت شغل حريه كرامه وطنيه عداله تقدم مساواه كذا خلي تولي سايب الموقوف. هما مش البالهم انه الناس باش تلهي في سايب الموقوف باش تسيب الشعارات هذيك لا المره هذه اكسبسيونيلمون باش نشدوا صحيح في سايب الموقوفين سايب احمد غرام سايب الشباب. اما لكن زاد في نفس الوقت ماناش مسيبين الشعار الرئيسي اللي هو مطالب انتفاضه 17-14. بخلاف العباد اللي توقفت في المظاهرات اليوم اكتشفوا انه فما صحافي يصور في لافينيو اكتشفنا انه موقوف عنده نهارين وغدا محاكمته وحد ما يعرف اللي هو اول حاجه لازم عنده حق انه باش يعلم محامي ولا يعلم انه راه موقوف في البلاصه الفلانيه معناه. اليوم فين العباد سمعت؟ هل انه في هذه الدوله تختفي مواطنيها ولا كيفاش نحب نفهمه؟ هو السؤال انا ممكن ارجع كان جات الدوله قائمه بالواجب نتاعها والسياسيين يوفيوا بالوعود نتاعهم اللي عملوها في البرامج الانتخابيه ورينا مثلا ما قلناش رينا تونس كل تحسنت اما رينا مناطق بدات يعني يعطيوها الاهتمام اللي هي تستحق. اسكو العباد مش تخرج من فلكتها هكا؟ عباد تو سامبلومون راهي خارجه من فلكتها على 10 سنين يعني انت تجي 10 نتاع ثوره 10 سنين نتاع ثورة ما صار حتى شيء. بالعكس مديونية طلعت نسبة الفساد شنو هي ليزانديكاتور الخايبين الكل البطالة حتى العباد اللي تحرق يعني ليزانديكاتور هذوما الكل. ومن بعد ديريكت انت ميم با تخرج تحكي مع العباد واكثر من هذا ما يخرجوش مثلا للشارع ولا ورقة وقدام التلفزة وميم با حتى كان جاي يعرف يقرا من الورقة هذا رئيس حكومة بعد 10 سنين من الثورة واضح. جوست باش هنا
نعطي شويه الريزلت تاع السونداج. دونك السونداج الاول سالنا اسكو انت معاه ولا ضد ولا ما يهمكش. 54% قالوا انا معاها الاحتجاجات هذه اللي ساره، 10% ضدها، والباقي اللي هما 36% قالوا ما يهمنيش. بالنسبه للاحتجاجات اللي قالوا الزوز هو مع الزوز 52%، اللي قالوا الزوز لي 23%، اللي قالوا احتجاجات في الليل انا معاها اللي تمثلني يعني 9%، وقال اللي احتجاجات النهار تمثلني 15%. اما لا ماجوريتي نتاع العبيد اللي تفرجوا معاه قالوا انه الزوز يمثلوه به. دونك باش نسكروا هذه الحديث على البوليس والعنف وهذا الكل، باش يطلب محامي يلتزم بالصمت، عنده الحق في تليفون دارهم، عنده حق في تليفون المحامي، واذا كان ما عندوش محامي وما يعرفش شكون باش يطلب، يطلب تسخير، ما يحكيش ما يتكلمش، من حقه معناه انه يلتزم بالصمت، يطلب الساعه اول حاجه شنو الاسباب اللي توقف عليهم، ويطلب التليفون اللي لدارهم، ما عندهمش يطلع يعلم دارهم اللي هو توقف، ويطلب التليفون الثاني للمحامي، وكان ما عندوش محامي فانه يطلب انه يسخروا له محامي. ساعه كان ما جاكش استدعاء جوست علموك قالوا لك جا المركز ما تمشيش، من غير استدعاء ما تمشيش، كان جاك استدعاء ما تمشيش في الويكاند، واذا كان توقفت نهار الجمعه اكيد راك باش تعدي سبت وحد في وانت موقف. دونك ايل فو ميو نخليو ديما نهار الاثنين معايا محامي حق مضمون، نجم نتكلم اي جمعيه حقوقيه ولا عندها تقدم مساعده قانونيه، اطلبهم نقول لهم راهو جاني استدعاء هكا وهكا شنو نعمل. واهم حاجه ما تمشيش من غير محامي، وخلي ديما عندك في تليفونك ان نيميرو دورجونس تكلمو طول الشخص هذاك، باش اون فوا توقفت تعلم الشخص هذاك. من حقك انك انت ما تعطيش تليفونك لحد حد، كان توقفت وما عطاوكش حق انك تكلم دارك ولا انك تكلم محامي، فوق تليفونك حاول في ساعه في ساعه تكلم ولا تعلم شكون اللي انت توقف، وفي ساعه في ساعه تعاود ترجع تسكرو اون مود فيغوي. الشخص هذاك يبدا ديما ان نيميرو دورجونس يعرف روح اذا كان انت توقفت، هو بعديك باش يكلم محامي وكل شيء. دونك لي انفورماسيون هو توقفت وقتاش وفين مركز، كان تعرضت للعنف تطلب الفحص الطبي من حقك في القانون عدد 5، واذا كان حتى ما صارلكش الفحص الطبي في المركز اللي انت توقفت فيه، حتى كان بعديك بيتوك في بوشوشة ولا في غيره في من مراكز الاحتفاظ، ديما تطلب الفحص الطبي حتى ولو تنقلت من مركز لمركز اخر. وفي الكونتيكست اللي نحن فيه دونك خلينا ان نحن نحطوا رقم هذايا للتنسيق بين عبيد اللي توقفت وبين سلطو عائلاتهم وبين محامين متطوعين. دونك نحنا ناخذوا نتلقاو تليفونات من عند العباد هذوما ونحاولوا نعطيوهم للمحامي، باش المحامي الفولونتير هو يتصرف ويتدخل باش ينوب الشخص هذاك ويدافع عليه. واهم حاجه انك ما تصحى المحضر الا ما تقراه، واهم حاجه انك انت تفيريفي اللي الكلام اللي انت قلته مطابق للكلام المكتوب. اذا كان فما شكون توقف على خلفيه الاحتجاجات اللي توا صارت، نطلبوا من العائله من الاصحاب ولا من اولاد الحومه ولا اي واحد يعرفه انه تصل بنا على 29 084 306، هيك كان نجمو نسقوا مع محامي متطوع. سامحونا ابارامون قصت شويه الكونيكسيون، تعرفوا قدور ابارامون انا اول مره في اللايف ما دار في قدور ما عندوش كلمه كسيسي بي. دونك تو استعدوا للروبريك اي ومن بعد اي لاصي ليك الفيديو به اي ومن بعد تو باش نحكيو في لب الموضوع، خاطر فرجت انا شويه في الفلاتو ممكن توما زاد شفتو ما فهميش برشا تمثيليه نتاع الشباب اللي قاعد يخرج كيما حمزه وغيدان على هنا، مي زاد فهميش برشا حديث على الحلول، وحتى الحديث على الحلول باسم الشباب. نذكر احنا هنا مانيش نمثلوا في الشباب، ولكن فما جزء من العبيد اللي خرجت للشارع موجوده لهنا به. سو وات ناو وات، حاجه الناس كل ذهالي توانسه متفاهمين فيها انه باغمين الحاجات تحبوها تبدل من هنا من بعد انه هزين القفه. فباش نعاود نذكركم في من احسن البيستي اللي عندنا تحت السماء الزرقاء الصافيه، شمسنا الدافيه عوضت القمره الطافيه، غذات سنبلنا وكبرتهم في صحه وعافيه. من اول الدنيا من قديم الزمان، جيل ورا جيل عام ورا عام، طورنا في موروثنا حسننا في منتوجنا وزدنا صنع وإتقان. رغم الشكوك وبرشا حيرة شفنا المستقبل بعين كبيرة، وزرعنا حبة في كل شيرة، وصبينا صبينا صبينا، هزينا قفتنا وشدينا ثنية ومشينا، ورغم الرزن
حمل الدنيا على كتافنا هزينا. الولاء اتبدلت والبندير هو هو، اصبعنا ديما تحت السنة وكل بقرة تيح المضي وسكاكنا. من بورقيبة البن علي للسيد لاخ، ملي تقصت الصرة قعدنا متواصلين في 60 سنة متحين الفخ والخبز المرة. طاحونة الأكابر صنعة ورثناها على جدودنا. طاحونة بيه دونك في البارتي هذه شباب باش نحكيو اي يوم بعد، يعني خرجنا الاحتجاجات اي يوم بعد. دونك مع جماعه البوب اللي عملنا جوجل فورم، ماهيش سونداج، جوجل فورم تكتب تدخل تيك تاك اسم الشهره وفازيت وتعطينا شنو هي الحلول، فما كلك سوجيستيون غادي سينو تنجم تزيد. دونك باش نخليها لكم اللي كنتوما، احنا باش نحكيو وبعديك نرجعوا لشنو قلتوا. بيه قدور ترى ورينا هذيك السكرين شوت شويه نتاع المطالب اللي لقيناهم على الحمله الوطنيه لاسناد النضالات الاجتماعيه. دونك هذوما مطالب العبيد اللي هبطت للشارع، باش نقرا شويه مش كل شيء ونعطي هكا بلوزو موا تلخيص. يعني عنا اول وحده اللي هي ايرونيك شويه بكري حكينا فيه شويه بتاع الافراج الفوري على المعتقلين. فما مطلب تاع اقرار تعويض عن بطاله ب 400 دينار والرفع في الاعاش في الاجر الادنى سميق 600 دينار. فما مطالب تحكي على تسوية وتاع وضعية عقارية وتوفير شهادات ملكية. دونك هذي ظهر ديجا كونتراغمون جماعة تقول فيش طالبين. دونك هنا حاجات كونكريت، إلغاء ديون الطبقات الشعبية لدى مؤسسات القروض الصغرى. فما مطالب كما الحد من توريد السيارات واستعمال العملة الصعبة في توريد وسائل النقل العمومية وتطوير صناعة نقل وطنية بشكلين. دوك نجمو تعدوا بالسكرين شوت اللي بعده. بيه ذي سيد قالك دولة مدنية سيب اللعبة بهبة. تعرف في ناس في بوشوشة 5 ناس توقفوا معايا جايبينهم على 0.2 جرام، 4 أولاد وبنية 0.2 جرام زطلة، 4 من الناس عداوا معناتها ليلتين ولا كيف الليلة في بوشوشة على 0.2 جرام. زطلة مشكلة كبيرة نتمنى قاعدة تخسر فينا في برشا دي جون، وقاعدة تخسر زادة في الدولة في فلوس انه تحط دي جون في الحبس على خاطر جونتا اللي تنجم، فيما انه هي سجون واسلاح ما فماش اسلاح جمل، على خاطر بطبيعته العبد اللي يدخل الحبس ويقعد مده ويعرف روحه مظلوم وتحط كيكه راهو باش يخرج حاجه اخرى، باش يخرج ناقم اكثر على الدوله. واضح، هي ديجا موضوع زطله يعني سوجي اخر وكل وكبير وعنده برشا يتناقش، وعبيد دخلت حتى في الانتخابات اللي فات حبوا يبدلوا الكل. المطالب هذه قلينا شويه منهم، شنو رايكم في المطالب اون جينيرال وبعديك باش نحكي اكثر وين ماشيين. حمزه اللي هما خاطر يسوقوا ديما في الروايه نتاع انه الشباب التونسي يخرج يحتاج لكن ما عندوش حلول. لكن مش صحيح، احنا من 2011 لليوم واحنا نخرج نقولوا عندنا الحلول. من بين الحلول اللي نقترحوها ضريبه على الثروه، الناس اللي راكمت الثروه على حساب الشعب التونسي لازم تنخرط ان كان اراديا والا الدوله تفرض عليها تنخرط في انها تعزز الفئات الاقل حظا والاكثر هشاشه. تجميد وتعليق الديون الكريهه ماهيش بدعه، الشعب التونسي من حقه الديون اللي ما عملهاش اللي عملها نظام بن علي من حقنا على المجموعه الدوليه تتبع فيها حد في نفسه. فما ديون تسبب فيها نظام بن علي احنا معنا في حدا دخل معناش في حتى ذنب. يعني فما دول تسالنا فلوس ماهيش بدعه، فما دول اخرى في العالم وقت اللي تمرت بازمات اقتصاديه واجتماعيه على قد ديونها حمزه جمدت خلاص الديون. حمزه لهنا وانه القروضات هذيا تاخوها الدوله مش باش تنفستي بها اما باش تقمع الشعب نتاعها. اعطيونا مثال من الاخر، طفل في حومه شعبيه ولا كيفاش تمسوا الحكايه هذيا الكل؟ بالطبيعه وقت اللي الدوله التونسيه الفلوس اللي كانت باش تخلص بها قروضات تمشي للتنميه، تمشي لدور الثقافه، تمشي لمواطن شغل، بالطبيعه باش تمسنا بشكل مباشر. شنو اخر مطالب؟ ثلاثه، مشكله الاراضي الدوليه. اليوم فما عندنا اراضي مسيبه لازمها تمشي للشباب باش الشباب يستغلها، الشباب المعطل العمل. اربعه، عندنا املاك الاجانب اليوم مسكره.
في كل ولاية من ولايات تونس عنا أملاك لجانب، لازم يتحل موضوع أملاك لجانب. خمسة سمحني، موضوع القروض الصغرى وديون الفلاحين الصغار، وقت اللي نعملوا قانون مصارحة للعفو على عباد مص الدم الشعب التونسي وفلاح صغير يشفق ما يلحق، ما نطيحولوش مليون و500 دينار فاتورة ماء ولا فاتورة ضوء ولا فاتورة أمونيتر، ماهوش معقول. فما حلول، الشباب التونسي يطرح في الحلول، ولازم اليوم نتمسكوا بالحلول هذه ضد منظومة الحكم. نحب نرجع لك شختو للعبيد اللي قاعده تتظاهر تو، يعني نحكيو في الاحتجاجات قاعده صايره. فما مثال انا ريت لفتيت اسقاط النظام، ينجم يقول لك باسقاط النظام ومن بعد شنو تحب تعمل؟ اسكو تحب تعمل انتخابات مبكره سابقه لاوانها؟ ونعرفوا انه كان باش تعمل انتخابات مبكره سابقه لاوانها، شكون اللي باش يطلع؟ ما هو الاحزاب اللي حاضره، وهذا يعني صارت في حتى في لبنان، يعني كي نخمم التجربه اللبنانيه اللي هي كلنا كل واحد تقرب لنا بلوزوموا. شنو تحبوا حل توا؟ اسكو انتخابات؟ اسكو لجان ثوريه؟ اسكو عندكم مطالب عريضه باش تهز البرلمان يصحوا عليهم؟ وش معناها اسقاط النظام؟ زاد هذه بوان ديجا خنفسروا وش معناها اسقاط النظام بوان، وبعديك نحكي في المطالب. بلي جوست حاجه صغيره وراني. اولا راه مش الشباب الكل لازم يبدا عنده نفس المطالب، ثانيا والله الشباب التونسي راه ماهوش طالب برشا مطالب، يعني لو كان جد الدوله تحترم فيه وتحترم فيه هو كتونسي، كتونسي عنده جنسيه تونسيه بطاقه تعريف تونسيه، والله راه صابر معاه. اما راهي عبيد بطاقه تعريف تقول لك ما عندي ما نعمل بها، يخرج ما يهزش بطاقه تعريف. اش معناها اسقاط النظام؟ جاوبنيش له اي اش معناها اسقاط النظام. هنا مطالبنا برشا ومطالبنا مشروعة، والدولة واجب ومن واجبها أنا تحقق لنا مطالبنا. فهمتني؟ اسقاط النظام اسقاط النظام، شنو الفرق بين اسقاط النظام والمنظومة؟ ديجا فما سؤال. 2011 معناها اسقاط النظام، كي الناس خرجت تعيط 2011 الشعب يريد اسقاط النظام، مش معناها اسقاط نظام فاسد، اسقاط نظام يسرق في الشعب هذا، اسقاط نظام خصص كل امكانياته كل باش يزيد يجوع الشعب هذا. هل تختلف تو الوضعيه على 2011 2021؟ شنو الفرق؟ كان فما سريق نعرفهم تو كثر السريق، الديكتاتوريه قبل والديمقراطيه تو، الديمقراطيه نتاع تو ماهيش ديمقراطيه. اسقط النظام من بعد، اسقط النظام من بعد ولا ايش معناه؟ يعني باش نبدلوا الحكومه تو؟ شنو باش يصير؟ سامحني لحظه، انت تجي تمشي لواحد في حومه شعبيه تقول له هي اسقط النظام من بعد، عباره سؤال تعجيزي هذا. هل انه من دوري انا نلقى الحلول ولا من دور رجل السياسه اللي يحضر في البلاتوات واللي ديما اي انتخابات تلقاه حاضر فيها؟ هاك انت مشيت للشارع يقول لك رجل السياسه، الناس اللي تعمل في السياسه دورها ايجاد حلول، مش تخرج تلفزه وتنقد الوضع، ماهوش كرونيكور. اللي يعمل في السياسه مهمته الاولى انه يلقى حلول، ما عندكش حلول وما عندكش مشاريع ورؤيه بديله لدوله اخرى ما تعملش السياسه. ينتخبوا الشارع يقول لك، ينتخبوا الشارع ينس. يعني انا جوست هنا نحب الخاطر هذه الكلام اللي قاعد يتقال، يقول لك السياسه ينتخبوا الشارع، يقول الشباب مشاش باش ينتخبكم يلفو، دونك تجي انت ما تحضرش كوم يلفو الانتخابات، ما تشاركش، معناش ما تشاركش في الحياه السياسيه، تحب تبدل اعمل السياسه يعني واضحه. بعدك تجي تخرج الشارع. شنو نقول؟ اسقاط النظام. اي انا من الناس طالب اسقاط النظام، وانا من الناس اللي طالب البرلمان متمثل فيه الفلاح وصغار الحرفيين والنساء والفئات الاكثر هشاشه والاقليات، برلمان يمثل تنوع وتعدد الشعب التونسي، مش برلمان شكون عنده قدره اكثر باش يشري البلاصه. راهو سامحني، البلاصه في البرلمان اليوم تتشري بفلوس، راهو اللي يحط الباكو قبل الانتخابات يطلع للبرلمان. كي نقول اسقاط نظام، انا مع اسقاط منظومه قائمه على الزبونيه على المحسوبيه على شراء الذمم. هذا شنو نقول معناتها اسقاط نظام؟ احنا رانا مع الديمقراطيه، وقت اللي نخرج نقول اسقاط نظام راه مش معناتها احنا اعداء الديمقراطيه، لا احنا مع الديمقراطيه واحنا مع المؤسسات واحنا مع برلمان. اما شنو هو البرلمان؟ برلمان يمثل تطلعات الشعب التونسي، برلمان يمثل فئات الشعب التونسي، مش برلمان فيه الكناتري، فيه المتعلقه به شبهات فساد، فيه اللي سمحني في الكلمه راه فما نايب على برلمان، نايب في البرلمان اليوم على القصرين، معناتها راه ما يجيش معناتها. يا حمزه يقول لك البرلمان هذاك انتخبوا الشعب، هذه يعني توا الارغيومون كونتر واللي هو فاليد تو ان اكستنت، يعني لحد ما فاليد نو. ويقول لك زاد انك باش تسقط انت النظام باش تعاود انتخابات اخرى، شكون باش يطلع لك؟ مش نفس الاحزاب. اي هو يعني نطبقوا القانون ما تطلعش نفس الاحزاب، كان نمشوا نطبقوا معناتها محكمه المحاسبات كان اللي التقارير نتاعها تفعل وتتخذ على اثرها الاجراءات اللازمه ما تطلعلناش نفس الاحزاب. نزيد نمشي معك ابعد من هكاك، ابسط المساله من هكاك، قديش من نائب انتخبناه في كتله ولا على قائمه اليوم اصبح في قائمه اخرى ولا في كتله اخرى؟
راهو ننتخبوه في في مانيش عارف ندراوين يصبح في ندراوين راهو. باهي فما سؤال من الكوميونتي قالك بيه وكيفاش تحب تنحي هالنظام؟ هذا مش الشعب اللي قاعدين يتبع فينا، فما قالك تحكيوا على المطالب انتم نتاعكم، قالك حتى المواطن العادي يعرف المطالب هذه مستحيل تتحقق. كيفاش نحبوا؟ انا احكي على روحي، ما نحكي على حد. هذا سؤال مش شبيب اللي تبعنا. انا باحتجاج وراه بجميع انواع الاحتجاج. انا اللي بالجهد والمعين الله تقول لامي، معناتها اللي وصلني ليه الجهد مش ناضل بيه، وصلني الجهد يعيشك ربي يفضلها ونوجه لها تحيه، معناتها تعبتها معايا برشا كم العائله الكل. معناتها بالحق بالجهد والمعين الله نقدر، باش نحتاج في الليل باش نحتاج في الليل، نقدر باش نحتاج في النهار باش نحتاج في النهار، نقدر باش نحتاج بطريقه سلميه باش نحتاج بطريقه سلميه، يستوجب الامر اني نحتاج بطريقه غير سلميه اني مش نحتاج بطريقه غير سلميه. انت في واحده من الفيديوهات نتاعك كمل احكي بعدك. اي ليه؟ على خاطر كيف ما قالوا الاولاد عن النظام، هو قبل 2011 2020 كان عائله اقليات، عائله مش حتى اقليات، عائله في يدها الدوله الكل وهي داخله في كل شيء. بعد عائله خير. اي بعد اللي صار بعد الثوره شنو، وانه العباد اللي جات تحكم حطت يديها في يد عائلات تحب تتحكم في الدولة في حد ذاتها. العباد اللي طلعت بالصندوق ونورمالمون، انت سامحني كي انت ما توفيش بالوعود نتاعك وتحط يدك في يد لوبيات متنفذه اللي كيف ما قال حمزه البلايص تشري بالفلوس، تحب العباد ما تخرجش تحتج عليك في الشارع والا ما عادش تصدقك والا ما متصدق اللي صندوق هو الحل، مع انه ديما نقولوا انه الديمقراطيه نحب نكونوا واقعيين. كيف ما قال حمزه راهو الاحتجاج من اقوى الوسائل اللي تخليك تعمل بريسيون واللي تظهر واللي تخليك الغضب هذاك والا شيء يحسه الشباب بصفه عامه يخلط ديريكتومون. دونك انا نعرف انه كي نقولوا اسقاط النظام مش معناها يجي نطيحوا الدوله على خاطر حاجات سيباري. اما العباد اللي جات مثلا عملت نظام انتخابي معين باش تتنصم من المسؤوليه. انت تقصد السيستم، يعني تقصد المنظومه؟ لا النظام الانتخابي، يعني كيفاش العباد تطلع في الانتخابات، كيفاش العباد تطلع في الانتخابات، تطلع تلقى حكومه ما عندها حتى مسؤوليه، تجي لذاك تقول له هاك انت حكمت، يقول لك والله ما حكمت واحد، تجي لذاك تقول له ها ولدي هاك انت حكمت، والله حكموا معي، وتقعد هكا. ولا طعمه ولا لون ولا رائحه. فهمت؟ واكثر من هذا. الناس كلها متملصه منها، حتى واحد يقول لك حكومتي، وهم كلهم يدافعوا عليها بعد يطلعوها، تو يظل يعديوها، يظل يعديوها. عديوها صار منحت. وبعد يقول لك ليه ما تحملوش مسؤوليه. سامحني ايناس جوست حاجه بركه، وانه ميم الكذبه الكبيره اللي قاعده تصير. ايجا به نبعدوا من الاحزاب، مش شي عمل ايجا نبعدوا من الاحزاب، نعملوا كفاءات وجاب من الاداره قضاة، شو رجعت وعمل؟ رجع في التحوير الوزاري اللي عامله، جاب عباد يا اما قراب من الحزب ايكس ولا الحزب جريك وجابهم وحطهم ومنحوا ثقه. بهنا غايلين كتنجم تجاوبني ولا لؤي مادام عملت فيديو على لبنان، خاطر برشا عباد زاد في الكونتخ في الكونتر ارغومون يقول لك يا اخي زاد البرلمان اللبناني ياسر مشكشك ومخلط برشا، بون احنا مش كيفهم تعقيد يعني اكثر ماهيش كومبلكس الدرجه هذيك في تونس، لكن يقول لك هاو مشاو يعني في الشارع وكلهم يعني كلهم وصارت الاحتجاجات سيفغي، يعني صارت الكورونا اللي وقفت شنو صايف لبنان، ما يقول لك عندهم برشا يعني سنين يعني سنين وفي نفس الحكايه في الجيلام وكل شيء، يعني ما تشوفوش انه هذاك ينجم يصير في تونس وك علاش يعني الاحتجاجات وهالمعبوكه من الاخر قاعده تصير ماهيش باش تقدم بينا قدام غايلين. هو غايلين احنا باش نقارنوا رواحنا تو بلبنان اللي هي الوضعيه لا تقارن بينا وبين لبنان الحقيقه. فما اوجه شبه تقارن في الديون لما حاله بالحق الوضعيه التونسيه وضعيه تونس وضعيه لبنان ما يتقارنوش. قولي الجزائر نفهمك، الجزائر عملوا ثوره نحاو بوتفليقه، جابوا رئيس من نفس منظومه بوتفليقه ولقاو نفس الحكومه نتاع بوتفليقه هي اللي تحكم، معناها هذيك هي اللي صارت. معناها قولي انت شنو هو الحل؟ الحل ان المنظومه هذه ترحل ديجا من بين الشعارات اللي رفعناها، فاسده المنظومه بالحاكم والحكومه، المنظومه هذه فاسده بامنها بوزاراتها بمديريها العامين بكبار اداريها بسياسيها كلها، يعني يمكن عملنا ثورة وطيحنا رمز للديكتاتورية وطيحنا رمز النظام اللي هو زين العابدين بن علي ومشي على روحه، ولكن المنظومة نتاعو هي اللي تحكم راه ولا أكثر لا أقل. بالعكس العباد اللي شدت الحكم فهمت أنها باش تقعد لازمها تطبع مع المنظومة الفاسدة هذه وتخدم معاها أون باراليل باش لازمها تبرك على البلاد. مش أون باراليل، ميم تحط يديها في يد معناها عرفت روحها أنها باش تقعد على البلاد هذه تبرك عليها 50 سنة أخرى، لازمها تطبع مع المنظومة الفاسدة هذه وتعرفها كيفاش تخدم وتطوعها لخدمتها هي لا أكثر لا أقل.
جوست بوان باش نرجع لك على شنو يمكن انت قصدت بوجه شبه ما بين لبنان وتونس. وجه شبه صحيح برشا في الفساد المتراكم في لبنان، وجه شبه في نسبة الديون اللي كل مرة كيف ما قال زاد حمزة ديون كاريهة ما تحلش الدوسي فيها. تونس اليوم تخلط تقريبا 80-90% من الناتج الداخلي الخام، يعني من الثروة اللي نخلقوها كل عام ماخذينها ديون، واللي هي حاجه كارثيه. وراو علاش سي تري امبورطون انه نقولوا الجيل هذا هو الجيل اللي نجم يصلح، على خاطر الخيارات اللي مشات فيها الحكومه ولا مشاو فيها السياسيين اللي باش ياثروا على الاجيال الجايه. يا اخي شكون باش يخلص القروضات اللي خذتهم الدوله؟ ما هو الاجيال اللي باش تجي من بعد. انا مش نعطيك هنا اكزامبل يعني ولا كونتر ارغيومون مره اخرى، انه يقول لك هاك انت تولو اي تعمل في الصناعه المحتويه اللي حكينا، تلقى مشكله كبيره باش العباد يعني يتبعوا المحتوى السياسي. فهمت ايش يعني؟ من الاخر باش تبدل، يو تشينج ثرو باور يعني. فهمت دونك هذا ديجا في اكزامبل صغير كو دير باش انت تعرف علاش؟ على خاطر السياسيين اللي حكموا من بعد 2011 رسخوا ثقافه سياسيه تاع ابتزاز، كامبين ضربين تحت الحزام تتشري راو في نواب تدخل 205 تخرج بدي مرسيدس ودي بي ام اللي هي حاجه خياليه. ما نعرفو كي نعرفو قداش يخلص النايب، يخرج بفيلا ويخرج بكرهبه وما الى غير ذلك. تقارير محكمه المحاسبات، الدين برشا عبيد، وزاره العدل تطلب اصلا رفع حصانه على نواب معينين، مجلس النواب ما يحبش يرفع الحصانه. دونك هذا الكل نشوفه انه هالسيستيم هذا كيف ما قلنا كالكسوال يتجسد في اخر مرحله نتاعو البوليس ولا الراس مال ولا السياسي الفاسد قاعد يحمي في بعضه من الاخر من العباد المهمشه، من العباد اللي فدت العشر سنين. اما راهو في نفس الوقت ونتصور حمزه يمكن يوفقني لهنا، وانه راهي اكوميلاسيون، راه حمزه راهو يحتج من 2011 راهو حمزة. يعني ما تخيلوش انت تهبط للشارع كهو، هي من في 2008 ها حمزه. يعني احنا متفاهمين بليت، خاطر الشباب يقول لك فديت فلقتنا من السياسه كي تقول له بوليتيك وا يعني ما ديكونيكتي ما عينوش. فهمت اما علاش الشباب ما يعملش عرفتك ريبراندنج هكا كول بتاع السياسه راهو كيفاش نجم تعمل بوليتيك راهو. فهمت عبيت تحكي حتى في حكايه تاع في بلدان اخرى الانتربرونيريا بوليتيك اصلا. فهمت علاش احنا توا مثال انتوما انتو ذات معناتها علاش احنا كاش يعني الشباب ما يخوش هو البا هذه يعني وتبدلوا. خليني نقول لك حاجه، اي ناس في 2018 الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان عملت دراسه وطنيه على اسباب عزوف الشباب عن العمل السياسي، خاطر راهو ماهوش بدعه في تونس، فما عزوف عند الشباب عن العمل السياسي. لكن انا هو العمل السياسي، العمل السياسي الكلاسيكي، العمل السياسي بالطريقه العموديه اللي شاب فيها باش يوصل ما يوصل، معناتها من نهار لين ينخرط في الشان السياسي لين يتقلد منصب ولا خطه مهمه في التنظيم السياسي اللي هو فيها، بالحق لازم يعدي 20 سنه ان كان في النقابه ان كان في المنظمه الحقوقيه ان كان في الحزب. الشباب كيما لؤي وكيما غير لؤي ابدعوا طرق جديده نتاع الانخراط في الشان السياسي والشان العام، وقالوا للمنظومه، هنا ما عادش نحكي كان على منظومه الحكم ولا السلطه تاعكم، خليكم هاو احنا عندنا فضائتنا الاخرى، هاو عندنا مجالات اخرى نجمو نعبروا فيها ونتكلموا فيها وباش نواصلوا في الحديث اللي نعملوا فيه. معناتها ولات كيما القطيعه، ايناس راهو اليوم الشباب ولا كانه يعيش في قطيعه، كانه نحن في جزيره معزوله كشباب والناس الاخرين، وهنا نحكي بالحق بطريقه اوسع من السلطه السياسيه الحاكمه، معناتها يعيشوا في جزيره واحده اخرى بالحق. حاجه اخرى انا نراها من الاسباب الكبيره والعميقه لتسطيح وعي الشباب، على خاطر فما محاوله لتسطيح وعي الشباب اليوم. يا ايناس راه ما عادش فما دي سيني كلوب في دور الثقافه، ما عادش فما نادي مجله، ما عادش فما نادي روايه، ما عادش الناس تقرا ولاو يشجعوا. يما مع احترامي معناتها للرياضه، اما تدخل دار شباب اليوم تلقى كان الكلوب الفوق داك هو سيني كلوب، ما عادش الميزانيات المرصوده للعمل الثقافي تحشم. سيدي حسين فيها دار ثقافه وحيده في منطقة الجيارة إذا كان مانيش غالط، أنا متأكد ميزانيتها ما تجيش الواحد على ألف من ميزانية معناتها نادي من نوادي الرياضة. مانيش ضد الرياضة راه، لكن الحاجات لازمها تمشي مع بعضها، فما استهداف ممنهج لنخبة الشعب التونسي والمستقبل الشعب التونسي والذكاء الشعب التونسي من خلال القضاء على كل فكر نقدي ولا روح إبداعية يحبوا الناس مجرد ماكينات تنتج في الثروة، يمشي اليوم يخدم غدوة الصباح يروح يرقد هكاك، يحبوا اللعبات تولي ماكينات مش ذوات مفكرة. لحظة سؤال جوست هنا، خاطر من الكوميونيتي
محمد امين هنا قال how do you think we can make youth more engaged in the political life, يعني كيفاش نجم نخليو الشباب ينجاجي اكثر باش هذه الحاجه الجديده اللي خلقها تتحط كونكريتمون. اولا اونيتمون توتي بوليتيك, اي حاجه راهو من ملي تقوم الصباح للي ترقد راهي سياسه. ثاني حاجه لازم نفسروا للعباد وانه سياسه راهي ماهيش كيف ما تراو في التلفز, على خاطر هذيك هي 10 سنين يرا في العرك ويرا في السبان وضربين البوني وضربين تحت الحزام بيان سور باش يقول لك انا باش نكره السياسه. دونك اصلا لازم نفهموا شنو هي السياسه, انك تخدم للشان العام, انك تصلح اكثر من هذا. السياسيين تحصروا فيش في دور تقني, انه السياسي يكتب قانون ويروح على روح. اخي عندنا برشا قوانين ما تطبقش على ارض الواقع, قوانين اصلا تليميتي هالقمع, تليميتي العنف البوليسي, تليميتي العنف ضد المراه ما يطبقوش. وانا رينا في بريود الكوفيد قد صار عنف ضد المراه. دونك شنو نعمل هاني قلت لك لازمنا اصلا نخدموا على الوعي نتاع كلكسوا الشباب اللي قاعد يطلع, وذاك الشيء قاعد نعمل انتو سامبلومون في اليوتيوب انه نفسروا السياسه ديفيرامون, انه نحكيوا في السياسه راهي ماهيش تابو, انه حقك انك تحكي في السياسه. اما كونتر بارتي كيف ما قال حمزة, راهو عندك من 2010 حتى كشي لتاهم 100,000 تلميذ يخرج من القراية كل عام. 10 سنين الدولة ما شافتش علاش الشباب هذا قاعد يخرج من القراية, ما شافتش وإنه العباد هذا ما عادش تمن بالمصعد الاجتماعي, ما شافتش وإنه لازم نبدلوا هالنظام التربوي التعليمي باش يلائم القرن 21 يا رسول الله. باه هنا تحكي على القرن 21 بعدك تمشي للخيالين. نقرا شويه دي كومنتير, فما شكون قال لك سيبوا لنا الباي بال والي بابا وتشوفوا كيفاش مشاكل الشباب تتحل. فما شكون قال لك لازم تصير هيكله, يعني كل شيء ترسك غوسيكلاج جديد للدوله التونسيه للمواطنين الماكينه نتاع الانتاج ترى. فما شكون قال لك نحبوا البيتكوين مثلا. فما شكون قال تنجم طالب الحلول نتاع توا, اما كان تزيدوا طالبوا ب كفاءه تونسيه نظره للمستقبل لونج تيرم. تعرفوا تونس خير وشنو. وفما قال لك الحل الوحيد نطيبوا حاجه جديده والطنجره اللي شدت طيشها, نقصد اللي توا في البرلمان نعملوا بيدون كل واحد فيهم اللي يصلح يقعد, والخيب بون هي والتيت يخرج ما عادش تشوفوا ولدي. دونك غايلين شنو رايك في المطالب هذه كل, وشنو رايك في هذيك مطالب باي بال ومعناها العمله الالكترونيه؟ مطالب اغلب الشباب تو اللي قاعد فريلانسي وقاعد يخدم وحده وقاعد يعمل في كونتينيو كيف كنت نعرف شكون معناها يكتب في مقالات وكل شيء, المجلات من برا كي طلبوا عليها اعطينا باش اعطينا حاجه نبعثوا لك عليها فلوس, وهو معناها متخرج كي مشى للبنك قالوا لازم كونت كورون باش معناها لازمك خدمه باش تحل كونت كورون. لو طون هو بطال قاعد وشهيد ويستنى اسكو واش نعمل, نخلوا العباد تخدم ولا نخدموهم؟ هذا سيستم قاعد تمشي به الدوله. ما طالب الشباب تختلف, راه بين اللي يحب يخدم بين اللي يحب يخرج لبرا, بين اللي الدوله سطرت له انه الحرقه هي حل وسطرت له انه السياسه ما عندها وين توصل وخليتهم يبعدوا كومبليتمون على السياسه. ديجا كي نشوف انا في الفيسبوك كل شيء اي تحرك ولا اي مسيره تلقى كومنتات بلاد امان خلوها بعيده على السياسه. صوروا لهم ان السياسه الشيطان ولازم الناس كل تبعد منها. ما وانتم توا يعني شفتوا اللي خرجتوا واتس نيكست, يعني شنو النكست ستيب نتاعكم؟ اسكو باش نفس السؤال نتاعي ما نحب توا هكا اجابه بلوز او موان واضحه ديريكت كما قال حمزه بكري, باش تعملوا عريضه باش شو انت قلت طالب اسقاط نظام ما كان هذيك ما صارتش شنو باش يصير؟ انا نحب ديما وانا نحكي مع صحابي نقول لهم راه مثلا التحرك نتاع اليوم ماهوش الكلايماكس نتاع تحركاتنا, ماهوش هو النقطه اللي وصلنا لها باش نبدا تطيح التحركات, لا هو معناتها نهار من نهارات وصفحه من صفحات الكتاب نتاع النظام. مازلنا باش نتحركوا, غدوة عنا اجتماع تقييمي احنا مثلا المجموعة الشبابية اللي قاعدة تحاول تحرك الشارع معناتها في تونس العاصمة, قاعدين ننسقوا مع المناطق الداخلية, قاعدين ننسقوا مع صفاقس مع سيدي بوزيد مع قفصة مع سبيطلة مع البلايس اللي هي محتجة اليوم لبرشا أسباب, منها فك الحصار, منها إطلاق سراح الموقوفين, ومنها زادة إدامة الزخم وإنه طب إدامة الزخم بلي حاولت نبعد يا أخي شعرتك الكوة بتاع ابن خلدون إدامة الزخم معناتها نحاولوا إنه الحركة ما تموتش ديناميكية الديناميك بتاع الحركة ما تموتش, نبقوا نتحركوا نبقوا نخرجوا للشارع على خاطر مازلنا هذاك هو المربع بتاع الشارع مازال, إذا كان هما فكوا هنا يفكوا آخر مكسب من مكاسب انتفاضة 17-14. سامحني تفضل فما حاجة لازمني من جمش خرج لا بالحق هذه في الاخر معناتها تونس في 2021 ما زالت الناس معناتها تتوقف على الهويه, ما زالت الناس معناتها تتحط في الحبس
على حياتها الشخصية. بزين عندنا فصل اسمه فصل 230 من المجلة الجزائية، معناتها اللي جرم العلاقات الرضائية بين زوج من الناس من نفس الجنس معناتها في تونس. عندنا عباد في سوسة ريسامون توقفوا لي شيء لأنهم معناتها عرضهم الجندري لا يطابق المعايير متاع المجتمع. هذاك علاش نقول ما لازم قد ما نحكوا على المسائل الأخرى لازم ديما نتفكروا أنه نفس السيستم اللي يفقر ويجوع ويقهر في العباد هو نفس السيستم اللي يحط في العباد على خاطر بوسة في الحبس وعلى خاطر الحب يحط فيهم في الحبس. فما كيستيون سألوا زياد زيني يعجبني، قال يعني معناها الحل في الديمقراطية مباشرة وكيف ما في سويسرا مش ديمقراطية تمثيلية. شوف اونيتمون الديمقراطية نظام الحكم ولا النظام السياسي بصفة عامة واللي هو سي ديجا من بين الحاجات اللي خلقت لنا مشكلة وعركة اصلا ما بين رئيس الجمهورية من جهة ما بين مجلس النواب. شوف انا اونيتمون شنو اعتقادي وانه فما ثقافة غالطة نتاع السياسة في تونس تكون، يعني فما عباد راهي ما تدخلش للسياسة ما تدخلش مجلس النواب باش تصلح، فما عباد تدخل مجلس النواب باش تحمي رواحها وتخدم اللوبيات الاقتصادية اللي خدمتها راهي فهم. شوف الحاجة الأخرى وإنه ما فهمش تدرج في السياسة في تونس، يعني ما تسمع فما عابد يبدأ قاعد ما تسمعش به عيطوله في حزب يولي في مجلس النواب. فما بلدية فما تدرج. شوف البرة أنت واحد يخلط مثلا إنه بشي شرع قوانين متاع الدولة وإلا فيزيون استراتيجيك تلقاه السي في متاعه معبي كالكسوان مجتمع مدني نضال خدمة برشا حاجات. دونك هالثقافة السياسية متاع حك راسك طف تحط في مجلس النواب وشرع القوانين لا، واكثر من هذا كيف ما قلت قبيليك وانه راهو سياسي كيف ما قال غيلان راهي ماهوش تشريع قوانين، راهو يلقى حلول اللي العباد الاخرين اللي نخبوه ما قاهمش، هو اللي هي ثينكس اوت اوف ذا بوكس ولا شي ثينكس اوت اوف ذا بوكس باش تلقى حلول والا فيزيون لتونس المستقبل. اما اللي نحب نقوله فينا المهم وانه راهو التغيير ولا شانجمون ولا تاثير في الحياه السياسيه ياخذ برشا اشكال. الاحتجاج انك تكتب على الفيسبوك مقالات، انك تعمل بريسيون، انك تعمل فيديوهات، انك حتى تعمل في تيك توك، راهو كلها فورما متاع خلينا نقولوا متاع تظاهر ولا احتجاج نوعا ما. ولازمنا الدوام اونيتمون، والبلاد هذيا راهي بلادنا وراهو نحن نقول حمزه ينظر من 2008 من حوض المنجم حتى كشي تو في الحركه من 2008 يحتاج من 2008 راهو هذا الكل نتصور يعمل جرون بارتي منه وانه للجيل اللي باش يجي بعده ما يحب الجيل يجي بعده يلقى تونس مخربه مقسمه مسروقه منهوبه مديونه. اسكو تشوفوا الشباب اكثر في تغيير نجم يقول يدخل في البوليتيك الانتخابات الجايه يجرب يعني يدخل اي فما شباب قاعد يخدم، فما ناس قاعد تكون في احزاب، فما شباب قاعد مهتم بالشان السياسي، فما شباب حلموا انه يكون معناه هو الفاعل ما يخليش غيره يتحكم فيه، فما ناس توا قاعده تتحرك وقاعده معناه تاثث المشهد السياسي جديد خليني نقول هكا، خاطرهم فدوا من المشهد هذا اللي ما قدم لهم حتى شيء، قاعدين يعيشوا توا 10 سنين بعد الثوره الحكومات اللي جايه حكومات معناها بصفة إداريين عبارة حكيت إنسان في بيرو يصحح على أوراقه ويتعدى، لا عنده رؤية لا عنده مشروع للبلاد هذه لا عنده حتى فيزيون معناها باش يقدم بالشباب هذا باش يقدم بالدولة هذه ويخليها خير من الأوضاع بتاع قبل. لذلك الشباب قاعد يحاول ولو أنه منظومة اللي قاعدة تحكم قاعدة تبعد فيه كل البعد على السياسة باش يفرغ لها التيران. لينا من 2011 لليوم السياسة كما قلت لك صوروا هنا في أنها عرك وسرقة وكذب الأكثر الأقل باش العباد تأيس وتفد وتخلي لهم الساحة فارغة لهم هم باش يبركوا على البلاد قد ما يحب. يعني تحب تقول فما بالنسبة لك ممنهج يعني بالعاني أنه نقولوا للشباب أنه السياسة فدوهم السياسة باش هم يبعدوا على السياسة وبعد ذلك تقعد كان احتجاجات مش ما هي نقيس على روحي. أنا مثلا واحد من الناس كنت في من 2013 تقريبا كنت ما مهتم ونتبع في البلاتو ونشوف ونتفرج أيه. اما من بعد لقيت هالحكايه تفدد لاكثر لاقل عرك وزيد حتى المشهد السياسي تبدل ما عادش ديبا كما قبل ما عادش مناقشه فكره بفكره سبين وتشويه وعرك وسبني ونسبك وقاعدين نشوف البرلمان تو كل واحد تليفونه وصورني في لايف ونهبطك في لايف وانت تسب فيا وهذاك يسب فيك ثقافه البوز ولت عامه حتى في السياسه دونك اش تحبوا يعمل شباب انا نتفرج نهار كامل في زوز يتعاركوا يسبوا في بعضهم لحل فكره فماش حتى فكره باش نناقشها ولا نقدها معناها كيفاش تحب لي ما نفدش انيس انا كيف بكي نقول لك راني ياسر مباشر من 2011 ل 2021 فما حزب سياسي قاعد يحكم
ما خرجش من حتى حكومة، اسمه حزب حركة النهضة، تحالف مع برشا حزاب. الحزب هذايا هو اللي يتحمل المسؤولية المباشرة على وصلت له تونس اليوم، وحزب حركة النهضة في إطار ترذيل العمل السياسي قاعد يعمم في الفشل. لا، ماهيش الناس كل كيف كيف، وماهيش طبقة سياسية كل كيف كيف، وعنا سياسيين نزهاء، وعنا أحزاب سياسية وطنية ومناضلة وشريفة وقدمت شهداء من 2011 لليوم. معناتها محاولات انه يكرروا الشباب في السياسة، انه يكرروا الشباب في الشأن العام، لازم نتصدوا لها. ماهيش الناس كل كيف كيف، فما اللي يتحمل المسؤولية حزب حركة النهضة، و الناس اللي دايره بيه والناس اللي متحالفه معاه اليوم هما يتحملوا المسؤوليه، وهما اللي يتحملوا مسؤوليه اللي صار في تونس. تاو هو يدخل في برشا راك تقول لك مشكين حزب النهضه كها، وفما برشا حزب اخرين اللي دا تونس شدد درشني، دونك فما منظومه كده معناها من النهضه ما خرجت من حتى حكومه من 2011 اليوم، ما خرجت من حتى حكومه، وهما اللي يتحملوا المسؤوليه، خاطر اذا كانهم ما هماش منخرطين يلا خاطروا الحكم. أما بما أنكم أنتم ما زلتم متمسكين بالحكم وما خرجتم من حتى حكومة من 2011، فالشعب التونسي يحق له أنه يحملكم المسؤولية. دوك جوست هنا باش نحكي على الشباب، يعني المنظومة، يعني ضد المنظومة الكل، يعني من الكلام نحكي فيه الأحزاب الكل، أنا حسب ما فهمت من الكلام تاعكم إي كومبخي الحزب الحق به. أي عندك ما تزيد؟ والله اللي قالوه يكفي وزازي، اما اونيتمون راهي ماهيش كيف ما قال حمزه، ماهيش الكلايماكس انه تحرك والا احتجاج معين. هذه بلادنا لازمنا نقعدوا نحتاجوا، لازمنا نقعدوا كل مره والغلط، كل مره والفساد لازمنا نقولوا هاك الفساد كيفاش نصلحوا، ولازمنا نحضروا الاجيال الجايه باش هي ما تفدش من السياسه، واصلا هي اللي تنجم تكون غدوه في السياسه وتكون في مجلس النواب ولا في اي ديبوست اخرين. به باش ديجا فما فورم جوجل هبطني، دونك جوست باش نقرا شويه لي ريزولتا اللي خرجوا باش نعرفوا بلوز اوموا العباد تبع فين كيفاش تخمم كيفاش تخمم. دونك سالناهم اسكو انت خرجت في الاحتجاجات الاخرى، دونك جاونا بريس 120 ريبونس. فما لا ماجوريتي قالوا 59% قالوا لي، فما 20% قالوا اي في النهار، فما 11% قالوا اي في الليل وفي النهار، وفما 8% قالوا اي في الليل. دونك ديجا باش نعرفوا انه العباد تفرج شنو قاعده تقول به. المطلب الرئيسي هو 70% اسقاط نظام وتاسيس نظام جديد. به هنا الحاجه اللي هكا تجذب شويه انتباه فاني، عرفت؟ خاطر 60% قالوا ما خرجتش، 70% اي افيك سا 70% قالوا انه اسقاط نظام وتاسيس نظام جديد. هذه دونك 70%، وقالوا 17% قالوا اسقاط نظام وانتخابات تشريعيه مبكره، والاخرين قالوا تعيين حكومه جديده. دونك هذوما الدمين الحاجات اللي قالوهم. بيه دوك حكينا برشا في الواريز نيكست، بجوست تيك تاك كرتير على الخفيف، كل واحد يريزوم يريكابي ويقول وين ماشيين الى اين. والله العبيد اللي عندي مشكله صغيره مع العبيد اللي تنبر على احتجاجات يا اما في الليل يا اما في النهار، نحب اقول ما تطيحوش في نفس الغلط اللي يطيحوا فيه المسؤولين السياسيين، انك تجوجي ديريكت. اعرف العبيد هذوكم علاش خارجين، اعرف شنيا وراهم. مثلا عبيد كسرت سرقه اللي هو خمم قبل ما تجوجي، مع انه نحن كيف قلنا كسوال العنف ولا السرقه ولا حاجه راهو ماناش معاها، اما خمم قبل ما تعمل جوجمون زايد على العبيد، على خاطر هذاك اللي قاعدين يعملوا فيه المسؤولين السياسيين نتاعنا، انه يخرج لك يقول لك التحركات هذه غير بريئه، وفما شكون وراهم، فما ايدي خفيه، وتمشي لك البروباغندا هذيك ويوليو الديتوكس تاع الحاجات تمشي في الفيسبوك. دونك اونيتمون العبيد راه نحبوا فكر نقدي، انه كي تشوف حاجه انقدها، اعرف منين جيت واعرف شنية تنجم تضيف لها. الناس نحب نوجه رسالة مباشرة في المباشر اي بالمباشر، انا هبلت الناس مباشر اليوم سوق الموبيلات باجي من الشيشي. انت ماك الا موظف صغيرون، موظف صغيرون مجدود من مصارنك عند راجل الغنوشي. احنا نعرفوا عركتنا مع شكون، عركتنا مع حزب حركة النهضة، مع راجل الغنوشي، مع ائتلاف الكرامة، مع اليمين المتطرف اليوم في البلاد. شباب تونسي يعرف عركته معاكم، وباش نفضلوا معاكم العركه للاخر للاخر للاخر. غايلين كلمتي الاخرى لا ساموراي
رسالتي للناس الكل، ما تصدقوش التشويهات اللي قاعده تخرج على الناس اللي تحتاج، ما تصدقوش الصفحات الماجوره، وبالله صفحات النقابات الامنيه عفوا علينا وعفوا على العباد اللي قاعده تخرج ويزيو من تشويههم ويزيو من الهرسه اللي قاعدين يصدقوا فيها على الناس اللي تخرج للشارع. رانا مالنا الا ولاد شعب، وما طلبنا مطالب مشروعه، وما طلبنا تمثل جل مطالب الشعب هذا. رسالتي للناس اللي ما خرجتش وانها تحب تبدل، اخرجوا واحتجوا، الشارع ملك الشعب التونسي، وكما قلنا لا خوف لا رعب، الشارع ملك الشعب. الاحتجاج حق مشروع وحق دستوري ويضمن الدستور، وحتى ولو معناها عنفونا وضربونا رانا باش نقعد موجودين وباش نناضلوا باش نفكوا حقوقنا، حتى كان احنا مشينا باش يجي جيل غيرنا باش يواصل المسيره هذه. الحريه لاحمد غرام، الحريه لاحمد غرام وكل الموقوفين وكل سجناء الحريه، الحريه للشباب اللي ما نعرفوا، الموقوفين اللي ما نعرفوهمش، الموقوفين الموقفات اللي ما نعرفوهمش ما نسمعوش عليهم، ربما صادفت فرص انه نسمعوا معناها شكون توقف شكون لي، اما راه فما ناس في الجهات الموقفه لا عندهم حتى سند، ما عندهمش مجتمع مدني يقفوا راهم، ما عندهمش نفاذ الاحزاب والمنظمات باش نسمعوا صوتهم باش نعرفوا هم علاش توقفوا وش قاعدين يعملوا تو. جزت على اللي كان يقول فيه غيلان الأخيرة تعليقها بالإيقافات. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قاعدة تعمل في معناتها جمع لمعطيات في علاقة بالإيقافات من أجل الدعم القانوني للناس الموقوفين اللي ما تمكن لهمش نفاذ للدعم القانوني. عايشكم يا سكول، نحب نشكر شيختو ميرسي للشباب الكل اللي تابعوا في اللايف، وبرشا عبيد من برشا بلايس قدور قال لي دوك حاجة تفرح. نحب نعاود نذكر اللي كهنا موديغاتريس كابوبلي احنا نوتر حبينا نحكيو على العبيد اللي كونتر، نجيبو الارغومون كونتر باش فما هكا شويه توازن، وباش حتى العبيد اللي تسمع فما لي زارغومون كونتر وكل. ونعاود نذكر انه حد يمثل الشباب مهم الا اراء نتاع عبيد وتاع يوتيوبر ومناظر في محليك باش قلت يوتيوبر سامع محتوى وحمزه غايلين لؤي ميرسي الكل عايشه عايشه شباب ميرسي صباح الخير. وباش نحط لكم موسيقى نتاع موسيقى نحط لكم موسيقى تشيبي تسمعوها. باي على خير على خير. اس ايج يا اسي سوات ذا اتش ان ذا اس. قلت له زبوبنا بالمقت سنسو زبوبنا بالفقر نفخو ريوسنا اللي مفشينا بحفنا حشيش وعقاقر ابي شايف ومش فاهم اسي عصبة للوقت اللي اعطاكم الوقت باش تعطي راي معفتو تقولي نسموه نقد ودفك متأكد من صوتك باين متردد ومن الفقيرة باين ليه يا زبي تتردد مية حصل on the daily من هار لي تتردد من هار لي راب رابت نتفكر بالضبط زبي تقلب بالضبط من كل ما هو عاونو زبط ضبطو نامي ملا وز وحدة ضارب طاير زايد خابت اسي يدا صابت ولا خابت اما حاجة واحد تبشي تنيكم ممك سايد الزابت شوف الخيط الرابط شوف نقبة حط فيها الكابل شوف كعبة تنيكم ممك كان يهزو زبين قابل رئيس نقابة الكبابل تاع كيفة انواع النقل كل ولاية نيك كلهم جمعة غادي وبعد النقل تونس دولة القانون سايب عليك من اللغة يزياد نيكم السانديكا ولي سنتي ولي زياد people can own the power trust me share is easy but شعبي خايف من البوليس يكثر من المشي عالسيرات احسب حسابك go figure you little motherfucker قدي بش تقعد في كل ناش تسمع حول صقر قدي بش تخسر طاقة تتشلبك تعطي بطاقة على كيفو يكتب محضر تتفرج فمك مسكر عيشة معاكم مبسطت use your fucking brain fucker I respect the lawyer the rapper artist والهكر واي مواطن لقي فجوة في سيستم المكر ما تنساش اش عملو في العبيد نشط مخك تفكر تتنيك امك هكا يمشي البحث كانت تحاول تحل فمك هكا يمشي البحث اوكي حشمك هكا ما يمشيش البحث اشبك تغسر للزبيني كمك هكا يمشي البحث I'll be down further you know we killin'